أهم المعايير المشتركة في التقارير العالمية المتعددة عن اختيار طبيب الأسنان الأفضل وتجارب مرضى آخرين وشهادتهم على مدى الحرفية والجودة واحتواء خوف المريض وألمه، ومنها الاطمئنان على اطلاع الطبيب على الأبحاث والتقنيات الحديثة، وأن يتم الفحص باستخدام الأجهزة الدقيقة والأشعة القادرة على كشف أي تلف، كمان رصد درجة النظافة والتعقيم في العيادة أو الصرح الطبي المختار، وأن التكلفة لا يصح أن تكون معيار الأفضلية، لأنه قلة التكلفة ممكن يكون معناها رداءة الخامات المستخدمة وعدم حل المشكلة يضطرنا لزيارة طبيب آخر، وده معناه تكاليف مضاعفة. وأخيراً درجة حرفية واهتمام طاقم العمل بالعيادة واحترام المواعيد والالتزامات. Research confirms that first impressions are judged by your smile. Tom? Hi, it's Sheila. Let your first impression be made with an Oak Ridge Dental Center smile. Hi, I'm Tom. اهلا بيكم. كتير من الاصدقاء او المعارف بيقابلوني في اماكن يقولوا لي ايه، احنا عايزين نحقن فيلر، او عايزين في الحته دي مش عارف ايه، انا حاسس ان انا وشي عجز. وبحكم يعني الخبرات اللي انا اكتسبتها من جلساتي مع الزملاء في طب الاسنان، بدات استوعب شيء مهم جدا، ان انا اسالهم وابدا اتفحص اسنانهم عامله ايه من جوه، من داخل الفم. فلقيت نسبة كبيرة جدا هم مش محتاجين فيلر في الحقيقة، ومحتاجين زراعة السنان، محتاجين ان هم يزرعوا الجزء الاخير من سنانهم. هم معتمدين على انها مش متشافة قوي، ولو انها متشافة على فكرة، بس هو يعني يقول لك ايه، انا بحاول ان انا ببينهاش، مكسلين يزرعوا في كم سنة وقعت، كم سنة اتشالت. فاللي حصل ايه في الوش؟ الوش مشدود على قالب، قالب ده مكون من عظام. اول ما انت تفقد سنانك وتطنش ان انت تزرعها بحكم انها سنان مش باينه قوي، ده اللي في دماغ حضرتك، اللي بيحصل كارثتين. الكارثه الاولانيه انه في الحته اللي ما فيهاش سنان خالص جوه بقك من جوه، هيبدا العظم ينحسر فيها ويقل، لانه ما فيش سنان. العظم لازم يبقى له سنان كانها محفز له، ولما العظم يخف هنا ويبدا ينسخف، يبدأ الوش نفسه يطبق لجوه، وبالتالي حضرتك تعتقد ان انت محتاج فيلر، لكن في الحقيقة انت محتاج عظم، والعظم ده محتاج زراعة سنان. الحاجة التانية انك انت ما تتصورش انك السنان، انا فقط سنتين يمين وسنتين شمال، فالمشكلة في السنتين دول والسنتين دول، لا، اللي هيحصل ان كل السنان هيتأثروا بان السنان اللي حضرتك فقدتهم دول مش موجودين، لأن السنان رصتهم زي رصة الضمنة، كلهم معتمدين على بعض، كلهم راكبين فوق بعض. أول ما تشيل واحدة وتتلاشى وجودها، الباقي كله هيبدأ يقع ويميل، هتلاقي نفسك الضمنة كرت منك، السنان يعني كرت منك، وكلها حصل فيها حاجة غريبة جدا، بدأت كلها تلخلخ وتبدأ واحدة ورا التانية تقع، وده اللي بيحصل. والناس كتير بتقول لي كلامك ده، احنا فعلا حسينا بيه، واحدة واتنين وقعوا، فوجئنا ان واحدة ورا التانية بعديهم بدأوا يقعوا. الكلام ده يخلينا اقول لكم ان الزراعة ما ينفعش نصبر عليها، ما ينفعش نطنش، ما ينفعش نقول لما ارجع من المصيف اعمل الزراعة، لما اخلص جواز البنت اعمل الزراعة، لما اقبض الجمعية اعمل الزراعة. ازرع وكل حاجة تتحل. ضيفي العزيز واحد من نجوم عالم الاسنان، الاستاذ الدكتور محمود حشمت، صاحب زماله تجميل الاسنان من جامعه مانشستر، عضو الجمعيه الالمانيه لزراعه الاسنان والجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان. اهلا بيك يا دكتور محمود. ازيك يا دكتور؟ منورني. زي ربنا يخليك. انا هبدا معاك بالجزء الاول، هتقول لي بقى الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ السؤال الاولاني، عشان الزراعه تبقى مظبوطه لازم يكون في وقت بين وضع الزرعه وننتظر شويه بقى ونركب عليها الطربوش، الكلام ده بيدل على سوده رمادي. رمادي. اه، عشان زمان اول ما دخلت الامبلانتس في مجال طب الاسنان وبالذات في مصر، كنا بنستنى، تعودنا ان احنا نستنى فتره الاوستيو انتجريشن. الاوستيو انتجريشن هو التئام العظم على الزرعه، ودي كانت فتره زمان بتقعد 6 شهور،
وبعد كده بدأنا نلعب شوية في السيرفس تريتمنت أو معالجة السطح بتاعة الزرعة، إن أنا بخلي العظم يلتئم عليها أسرع، فابتدي إن أنا أحط عليها التركيبة أسرع، ودي كانت بتاخد وقت. دلوقتي أقصى وقت وصلنا له هو 3 شهور إن أنا أحط الحركة الزرعة في العظم. دي بروسيدور أول خطوة أول ستيج، حركة بتروح من عندي مش شايف أي حاجة، خلاص الزرعة جوه. بس أنا فترة 3 شهور العظم يلتئم على الزرعة كويس جدا، أبتدي إن أنا أشيل، بقى عندي جذور قوية جوه من الزراعات، أبتدي إن أنا أشيل عليها التركيبات بتاعتي. ده دلوقتي اللي موجود. وصلنا بالعلم مؤخرا كمان إن أنا بعمل حاجة اسمها immediate loading. immediate loading هو إن أنا أقدر same visit في نفس الزيارة أشيل التركيبات على الزرعة. ليه قلت لك رمادي؟ ليه ما قلت لكش لا لازم نشيل في الزرعة؟ عشان في حالات بتستدعي وحالات بتستدعي لا. it depends أو بتعتمد على حاجة اسمها primary stability، أو إن أنا دلوقتي بخش بحط الزرعة بجهاز معين، دلوقتي بخش بجهاز تاني بقيس حاجة اسمها primary stability، معدل مسك الزراعة المبدئي في العظم. لقيته اداني رقم معين بالميجا باسكال، دي اليونت اللي بنقيس بيها، بقدر إن أنا أشيل التركيبات. same visit بيخش لي مريض، هوري حضرتك حالة، دخل عندي المريض حطينا التركيبات اللي ما عندوش أسنان خالص، مش زرعة لسنة، زرعة الفك كامل، وقدرنا إن إحنا يروح بنفس الزيارة بأسنان، دخل ما عندوش أسنان، حط الزراعات، شلنا التركيبات وروح. ومريض تاني هوريها برضو لحضرتك، حطينا الزراعات وقدرنا إن إحنا نحط التركيبات، بس بعد فترة بعد ما أخذنا حاجة برايمري ستابيليتي. ده دور الدكتور، إنه عنده تكنولوجي حديثة وأشعات حديثة وأجهزة بتقيس له البرايمري ستابيليتي اللي اتكلمنا عليه ده، فيقدر يحدد الأصلح للمريض إذا كان يستنى ولا ما يستناش. مثلا في حالة زي دي، الحالة زي دي لا استنينا، استنينا الحالة الأولانية اللي قلتها لحضرتك، لا دي قدر إن إحنا نحط التركيبات في نفس الزيارة. هنا حطيت التركيبات، لقيت ان معدل مسك الزراعه في العظم، الزرعه نفسها في العظم، اداني رقم ما اقدرش ان انا اشيل عليه لودنج. شلت عليه لودنج، ايه اللي بيحصل؟ بتدي الستريسز او الاحمال اللي نازله على التركيبات، وبالتالي بتتحول للزراعات، تقدر ان هي بعد فتره تخلي الزراعات العظم ما يمسكش عليها، لان هي تبقى فيها موفمنت او حركه معينه العظم ما يستحملهاش. فتيجي بعد فتره من كده، لو حطيت له تركيبات يجي بعد فتره كام شهر او كام يوم كمان في بعض الحالات، لقيت التركيبات بالزرعه نفسها وقعت. فهنا دي خبره الدكتور او شطاره الدكتور والاجهزه اللي تحت ايده اللي تخليه يتحكم امتى عيان يخش لي واعمل له التركيبات. لان يجي لي حاله مثلا يقول لي انت حطيت التركيبات يا دكتور، حطيت الزراعات والتركيبات لقريبي وعشان كده جيت لك في نفس الزياره، بس اصور له اشعه وابتدي اكشف عليها الاقي، او نحط الزراعات لان هو ما يصبحش، لا مش هعمل. فلازم دي تسيبها للدكتور افضل. السؤال القادم برضو سؤال كلاسيكي قوي، ان احنا نستنى في اي حاجه في طب الاسنان في سن معين نبدا نروح لدكتور الاسنان فيها؟ سؤال خاص بالاطفال اعتقد يعني. لا يعني السؤال ده مهم يا دكتور امين، كويس ان حضرتك سالته، لان ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ ده لا طبعا ده اسود. لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان انا عندي بيجي لي مشاكل من بعض الحالات اللي هي جايه لي العياده، حاطه زرعات في طفل فقد او مش طفل، بيبقى شاب عنده 15 سنه في ثانويه عامه تقريبا، فقد سنته، فراح الدكتور حط له زرعه. ده تهريج. هو في حاجه كده؟ ما سنه مفقوده فقد مثلا اللور 6 درس رقم 6 عنده مثلا، والدكتور حط له زرعه. في حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها الجروس بتاع المجزلة والجروس بتاع الماندبل. يعني انا بدايه ان انا بسم الله الرحمن الرحيم اتكلم معاك في زراعه اصلا، الماندبل بيفضل ينمو طول العمر على فكره. الماندبل ده الماندبل لو كنت على الجروس بتاع الجروس نفسه الأساسي. الجروس بتاع المون نفسه بيقف على الماكسيمم جروس بالنسبه لها هيكون لغايه 16 17 في الفيميلز و18 سنه في الميلز. بالظبط ده الافريج. فانا كده كده حطيت من سنه لحد 18 سنه، ما بحطش قبل 18 سنه، بس هو ممكن الفيميلز من 16 سنه تبتدي تحط، و18 للميل زي ما قلت لحضرتك. فنحط زرع قبل كده ده تهريج، دي مشكله عويصه جدا. او في بعض الحالات يبقى لسه في تدخلات معينه ما اقدرش ان انا اخدها غير في اجراءات معينه، او في سن معين زي التقويم لازم في تدخل معين، في حاجات بري تقويم، يعني في اجهزه معينه وانواع معينه من التقويم او تقويم للاسنان، مش التقويم الكلاسيكي، بعض الاجهزه بتركب للاطفال، ده بيخليه يغنيه عن التقويم لما يكبر. لما يتم التقويم لازم حضرتك تبقى بدلت اسنانك، تمام؟ بس في حاجات وانت لسه طفل، لسه اسنان ديسيدوس او اسنان اللبنيه، لازم عشان كده متابعه، لو حسيت بغلط او حاجه مختلفه في اسنان الطفل او 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 في حاجه بري، في حاجات ما قبل تقويم، ما قبل التقويم، بعض الاجهزه المعينه بنركبها للطفل بتحميه او بتغنيه ان هو كمان سنتين ثلاثه يركب تقويم. ف
مشترك بالسن؟ اه طبعا مشترك بالسن. ما ينفعش تجيلي برضو حد لسه حد صغير ويقول يعمل لي تجميل او تبييض في اسنان وانت لسه عندك 12 سنه مثلا، حرام. مفيش حد بيعمل، مفيش حد بيعمل التسرع ده. طيب المعتقد القادم تقولي مدى صحته، معتقد انه سنان سنه مصابه او ضرس مصاب اخلعه، افضل وقت تزرع في ساعتها، تروح حاطط الزرعه في ساعتها، المعتقد ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ هقول لحضرتك رمادي لسبب، لان انا بيجي لي حالات بتبقى متخيله ان هي جايه تخلع، يعني ممكن اوري حضرتك ده في صوره حاله، هي جايه لي هي مقتنعه ان هي جايه تخلع، انا جايه اخلع اسناني او الناس قالوا لي، رحت الدكاتره وقالوا لي وخلع. طب الاسنان يا دكتور ايمن من ضمن الطرق الكبيره قوي اللي بيجري فيها هو التطور في التكنولوجي بتاعه الحفاظ على الاسنان بتاعه ربنا. مش بس ان انا اعوضها لك بحاجه كويسه، لا ده انا بتطور عشان احافظ لك على اللي موجود، اللي هو ريستورشن. ايوه ان انا ريستوريشن الريستوريشن او ان انا التوث كونزرفيشن، ان انا ازاي احافظ على السن. طيب زي مثلا انا في الصوره اللي فوق في الحاله اللي عرضها الحراج دي، في انا مش هقول لك بسهم كده على جدر، انت ممكن ما تشوفش بواقي السن، حته صغيره من السن بس اللي باينه. انا يتهيالي انها لازم تتشال. بالظبط، وانا الاول وهله يتهيالي ان هي لازم تتشال، راحت لدكاتره لازم تتشال، فجت وجايه هي جايه كيننج تجميل للاسنان، اصلا عايزه تجمل اسنانها كلها لان التسوسات واكله معظم اسنانها وهي متاخره شويه. بس طبعا يا دكتور السنه دي هتخلعها ونعمل بقى تجميل للاسنان وكده. قلت لها مين كانت هتخلع؟ خش صور اكس راي، خش صور اشعه مقطعيه، لقيت فرق او لقيت ان انا اقدر احافظ على السن، مش بالعين او مش يعني اسف لازم مش بالحب كده اللي هو لا انت هحافظ لك على سنتك وانت لا هنخلع سنتك. في علم وفي طب حضرتك لازم تمشي عليه غصب عن اي حد. السنه دي ما ينفعش تتخلع، يبقى حرام عليا لو خلعتها. غلط، السنه دي هتتخلع لو انت بتحب اسنانك جدا هخلعها لك، يا اما مش هشتغل لو هي فعلا هتضرك لو فضلت. عشان كده قلت لحضرتك رمادي. يعني حاله زي دي عايز اقول لك في نفس الحاله دي سبحان الله السنه اللي قدام اللي انت شايفها دي انا حافظت عليها، حطينا دعامه وقدرنا ان احنا نجات فارل للسن او اكشف جزء من السنه تحت اللثه وابني السنه من الاول ونحافظ عليها. وما شاء الله انا عايز اقول لك الصوره افتر دي، الصوره اللي تحت دي مش ايميديت، مش بعد ما سلمت الحال، الصوره دي بعد 3 سنين. بعد 3 سنين جات لي صورت الصوره دي. السنه اللي بعد الناب اللي ورا السنه اللي وراها بقى الضرس اللي ورا الصغير اللي هو الفور ده او الضرس رقم 4 ده كان فيه جزء واضح اكتر من السنه دي، خلعته لان كان في تحتيه خراج واكل العظم كله وفي تسوس واصل لجدر السنه، هنا لازم تتخلع. فمش انا اللي بقول، الطب هو اللي بيقول والاجهزه هي اللي بتقول والعلم هو اللي بيقول. اكتر حاجه او اكتر قرار ممكن الدكتور يضايقه لو هو دكتور شاطر ان انا اقول لك هخلع السنه، دي اكتر حاجه ممكن تحز في نفسيتي ان انا اقول لك هنخلع السنه. لا، فخليك ماشي زي ما الكتاب بيقول. السؤال اللي جاي ده سؤالين مش سؤال واحد، هتقول لي الجملتين مين؟ انا اقول لك الجملتين وتقول لي مين فيهم ابيض ومين فيهم اسود او لو الاثنين رمادي. عندك اجهزه حديثه انت الكينج وانت الباشا، دي الجمله الاولانيه، اجهزه انت كل حاجه او الاجهزه هي كل حاجه. المعنى الثاني او الجمله الثانيه باشا، اجهزه ايه العبره في الشطاره؟ ده الشاطر يعمل اي حاجه ويقدر يعوض اي جهاز، ده الاجهزه دي اكذوبه شهيره او اكذوبه روجها من يمتلكوها. كنتين اهم، تقول لي مين فيهم ابيض ومين فيهم اسود؟ والله هما الاثنين ناقصهم حاجه، بس يعني لو هميل اكتر هميل للجمله الاولانيه. لو هختار جمله ما بينهم ممكن يعني الاثنين رمادي للصح. يعني الاثنين رمادي طبعا. بس لو هميل الجمله اميل للصح، انت مهما كانت شطارتك مش هتقدر تستغنى عن الأجهزة الحديثة، مش هتديك أحسن نتائج مهما كانت شطارتك. بس عايز أقول لك على حاجة، أنت لو شطارتك 80% بس مش 50%، لو شطارتك 80% بس أنت عندك أحدث تكنولوجي موجودة في العالم، ده ممكن يبقى بالنسبة لي مرضي في النتائج، لأن أنت مش هتعك. أو كل ما التكنولوجي اللي عندك تحت إيديك بتتطور، كل ما هتمنع الهيومن إيرور، كل ما هتمنع حضرتك إن أنت تعك في حاجة أنت مش فاهمها، لأن الجهاز هو اللي بيعملها. فأهم حاجة في الدنيا أنا بالنسبة لي إنك تطور في أجهزتك زي ما بتطور في نفسك، ما تقعدش تاخد كورسات وتاخد ماجستير ودكتوراه وشهادات شهادات 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 وحضرتك ما عندكش تكنولوجي مفيدة وتقول أنا أشطر دكتور في الدنيا. مهما عملت تكنولوجي مهمة، أهم حاجة في الدنيا تمام.
التكنولوجي لو مش عندي مهمه مش هعرف اخلص حضرتك باكريسي عاليه جدا مهما انا حضرت لك اسنانك. اصل انا شاطر قوي هعمل ايه؟ هحضر لك اسنانك مظبوط، مش هاكل من السنان زياده او مش هاكل اقل، او هحضر الاسنان مظبوطه وهعالج اللثه صح، او بس هاخد مقاسات بايه؟ لازم سكانر. لازم سكانر هنا ايه احدث واحدث سكانر مش سكانر بس. لان السكانر بقى فيه منها صيني وحاجات مش نافعه ماشي. لا لازم سكانر اكريت، سكانر مظبوط، سكانر بيطلع لك نتائج صح. لان انا باخد مقاس بالكمبيوتر، ما هو الكمبيوتر ده في كمبيوتر يعني بنشتريه ب 10 جنيه وكمبيوتر بجنيه تمام. لازم تبقى اكيد في فرق في المقاسات، اكيد في فرق في السرعه، اكيد في فرق ان انا اسلمك مظبوط فالحاله تطلع صح. شطارتك بقى ان انت بعد ما الكمبيوتر ده ياخد لك مقاسات مظبوطه ويطلع فينيرز او كراونز او تركيبات مظبوطه، ان حضرتك بايدك الشطره بقى تديها الفاينل تاتش، ان انت تديها التعريج الطبيعيه وتخلي شكلها مظبوط. وده ممكن نترجمه في صوره حاله زي دي ان هي ازاي اخلصها في زياره واحده وفي نفس الوقت ان انا اعملها شكلها حلو. زياره واحده يعني اجهزه، شكلها حلو يعني انا دكتور شاطر. بس هي دايما يا جماعه في الطب في حاجة مهمة جدا، الأدوات والأجهزة تساعدني وتقوي قدراتي في كل شيء، التشخيص والعلاج، لكنها لا تستطيع أن تعلمني ولن يستطيع علمي أن يتجاهلها ويتجاهل قيمتها. تعالوا نروح للمحطة الثانية، محطة المتهم والجاني والبريء. جاني متهم أم بريء؟ احكي لك القصص لانه هي قصص، كل قصه قضيه. يعني اول قصه يافطه محطوطه في شارع في مكان ما، فلان الفلاني اخصائي علاج الجذور والزراعه والتجميل والحشو وتركيب وتركيبات الثابتة والعيون والمفاصل والسكر. لا مش للدرجات ما خلاص هو هيعمل كل ده، ممكن يعمل الحاجات دي عادي يعني. الدكتور اللي يقدر يعالج كل الحركه اللي حركه قلتها دي لوحده يقدر عادي يعالج حركه السكر والعظام ومنتجات البان ورفه يعني خلاص. لا لا يعني هل في يعني طبعا هقول لك الحاجه عشان بس الناس ما تزعل، والله العظيم انا ما عايز حد يزعل، بس في ناس كانت حاطه اليوفط دي في زمن ما، الناس بقت فاهمه خلاص، بس في زمن ما شيء كان متقبل في ذلك الزمن. لكن في الزمن الحالي ده شيء غير متقبل. يعني اللي يخلي عايز اقول لك كليه طب اسنان زمان زمان قوي اول ما طلعت في مصر كان قسم الحشوات اللي هو الاوبريتيف وقسم علاج الجذور ده قسم واحد، كان التركيبات الثابته المتحركه ده قسم واحد. ما احنا انا كان عندنا في وفط في الطب البشري شبه كده، اللي هتلاقي ايه بطنة وقلب وأطفال وجلدية كله مع بعض. ده راجل ده في كانت ناس تكتب بطنة قلب جراحات يعني الشهادة الأمريكية لا غير الشهادة الأمريكية يعني ملك الزراعة يعني الكلام ده من طبعا اختفى، طبعا الكلام دوت موجود في حتة معينة بس في الأماكن النائية، لكن في اسامي ما ينفعش حد يشتغل خلاص. لا بس برضو الناس بقت فاهمه الى حد ما ان هو مستحيل الدكتور اسامي مش بيطير، يعني هيعمل لك اقول لك على حاجه، انا ممكن اعمل لك حشو عصب واعمل لك تركيبات واعمل لك زراعه، ما انا عندي البيزك نوليدج بتاع اي حاجه وعندي العلم الاساسي بتاع كل التخصصات ده لازم عشان ابقى فاهم او اعرف اشخصك اصلا، بس اشتغلها بايدي ازاي؟ حاله انا عايز اقول لك ده في صوره حاله عشان ما اطولش عليك وتوصل للناس بسهوله، حاله زي دي اشتغل فيها خمس دكاترة خمس تخصصات، عشان اشتغل حالة زي دي انا محتاج خمس تخصصات وخمسة شطار جدا جدا مش خمسة دكاترة عاديين. دكتور ما بيعالج اللثة مظبوط وهو ما بيعملش حاجة في حياته غير ان هو دكتور باريو او دكتور علاج امراض لثة بس، ده هو بيصحى من النوم ما بيعملش حشوات بيعالج اللثة بس، ده 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 هيعالجها احسن من اي حد في الدنيا. دكتور الماجستير او الدكتوراه بتاعته في التركيبات، ده بيعمل تركيبات للاسنان مظبوطه بتحضير مظبوط بقفل مظبوط بالتركيبات بشكل تركيبات مظبوط بديزاين صح، هو ما بيدرسش غير ده بس. دكتور يعالج العصب فيقدر يقفل لك القنوات العصبيه لو يشوف لو في اكسسوري كانالز او في قنوات فرعيه موجوده في حشو العصب فيعمل لك حشو عصب بيرفكت، ما يرجعش يوجعك، ما يرجعش يعمل خروج، ما يرجعش يجمع بكتيريا، ما يرجعش يعمل لك مشكله في العظم.
دكتور جراحة يعرف يخلع مظبوط من غير ما يكسر حتة من العظم أو يكسر حتة من السنة ويسيبها جوه، أو يعرف يعمل حاجة اسمها شيلد مظبوط عشان يحط الزرعة صح بأنجل صح. أنت إزاي حضرتك تعرف تعمل كل ده بكفاءة 100%؟ هتعمل كل ده هتعمله بكفاءة 50%. فلا، الناس بقت أوير والناس بقت فاهمة إن أنا حالة كبيرة بنسميها فول ماوس ريهاب ريهابليتيشن، إن أنا أعيد تأهيل أو أعيد تهيئة حاجة فعشان أنا الواحد يعملها. أنا بطولي أنا شخصيا أهو مقدر أنا أبقى كداب لو قلت لك إن أنا أعرف أعمل كل ده، مستحيل. لازم يبقى عندي دكاترة تحت إيدي شطار جدا 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 في كل التخصصات، وكلنا بنكوميونيكيت مع بعض. مهم جدا إن أنا أهم من إن أنا يبقى عندي دكتور شاطر جدا في التركيبات ودكتور شاطر جدا في العصب ودكتور شاطر جدا في جراحة اللثة، ما يقعدوش مع بعض في حالة. لازم نقعد مع بعض على صور الحالة على الأشعاعات والعيان مش موجود، هنعمل كذا وانت هتخش قبل تعمل كذا وانا هعمل الجزء ده من اللثه، بعدين حركه تخش تعمل تركيبات، وبعدين انا هعالج اللثه او هيئ اللثه ان هي تقفل على التركيبات بتاعتك. يعني لازم تكومينيكيت في الحاله، مش بس عندك كل الدكاتره اسم انا عندي فريق طبي فيه كل الحاجه وكل التخصصات وكل اللي انت عايزه. كومينيكيشن فين؟ لازم نقعد مع بعض كلنا نعرف نبص على الفايل بتاع المريض وصور ونعرف نحدد بالظبط افضل خطه علاجيه ليه ايه. من يعتقد انه اذا فشلت الزرعه، انا ركبت زرعه وفشلت، لا يمكن إصلاح هذا الفشل، خلاص إحنا زرعنا فشلنا، إذن فهو فشل نهائي جاني. ما ينفعش ما صلحهاش. فيش حاجة في الطب ملهاش أندو أو ملهاش نرجع لورا. كل حاجة الحمد لله بالتكنولوجي بالطب بالعلم قدرنا إن إحنا، كان زمان لو كنت سألتني السؤال ده من كام سنة هقولك أه، بس دلوقتي لأ، ما ينفعش تجيلي بزرعه فيها مشكله ما اقدرش اعالجها. احنا وصلنا لمرحله ممكن اطلع لك الزرعه نفسها، ممكن افك الزرعه نفسها من فك حضرتك وارجعها تاني، او احط طبعا مش نفس الزرعه بس ارجع تاني زرعه مظبوطه، ان انا اعيد تاهيل عظم كامل، ان انا ابني لك العظم اللي راح منك ده اقدر ابنيه لك تاني. بس انا ما بحبش اخد اتكلم في الحوار ده لان الناس بتفهم ان هو معلش طب لما بقى ايه ابقى اروح بقى، ما انت كل ما هتتاخر كل ما هتبقى مشكله اصعب، كل ما هتقعد وقت اكتر، كل ما هيبقى مجهود عليك اكتر، كل ما هتدفع فلوس اكتر. لو عايز تاخدها من كل الجوانب فانت خسران. هتتعالج هتتعالج، بس هتقعد وقت اكتر، هتبذل مجهود اكتر، هتدفع فلوس اكتر. من يقوم بعمل فينير لراجل او ست بيكزوا على اسنانهم جامد بالليل؟ جاني طبعا. جاني جدا، مش هتهمه، ده جاني على طول. ده يتحكم، بس لازم هو يسأل المريض كمان، ياخد هيستوري كويس من المريض. لازم يسأل المريض، بس تجزم الحاجات اللي ما بسألش عليها المريض. الجزء ده انا هشوفه بعيني، لو ما شفتوش بعينك ما تبقاش يعني لا تمت. وممكن ما يكونش بيجز الا بالليل بس، ولا بيكز طول اليوم؟ ما ينفعش ما تعرفش. بتعرفه انت بقى، لان انا لما بكشف عليك انا مش بكشف على اسنانك. انا لازم اكشف على كل ده. انا لازم اكشف على مفصل فكك. انا لو مسكت مفصل فكك وحركته بحركه معينه او فتحت لك بقك بحركه معينه هعرف تبجز ولا لا، واخليك تقفل بموفمنت معينه هعرف تبجز ولا لا. لو بصيت على اسنانك على الاناتومي او الوصف التشريحي بتاعنا هعرف انت بتجز ولا لا. ولازم انت عينيك تبقى شاطره، عينيك تبقى شاطره تعرف انت وضع اسنان المريض ده عامله ازاي. فانا هلاقيك بتجز انت كونترا انديكيتد على طول الفينيرز. ما اقدرش اقول لك فينيرز، حرام حرام عليا وعليك ان انا اوقعك في المطب ده. هنا لازم كراونز، ولازم قبل الكراونز اعمل لك ريهابليتيشن او اعمل لك ريز للبايت، ان انا ارفع لك عضتك تاني. لان خد بالك من حاجه، انا اسناني بالطول ده اللي تحت واسناني اللي فوق بالطول ده، انا بجز بجز بجز، اسناني اللي تحت بتاكل منها ملي واسناني اللي فوق بتاكل منها ملي، تمام؟ الملي ده انت مش هتحس بيه في الشكل قوي، ومش هتحس في المنظر قوي، ومش هتحس حتى بوجع قوي. لو انا ما عوضتهولكش بالتركيبات انت هتعاني قدام. فلازم ابقى شاطر وعينيا شاطره ان انا اقدر اعرف انت واقع من سنانك قد ايه، واعرف اعوضهولك ازاي. ما ينفعش اعوضه مره واحده. يعني حاله زي دي انا اجيب لك حاله بس اكستريم، كويس ان احنا عرضناها لاسنان مجزوزه وهنا الجز اكستريم او عنيف شويه، فكل كتير من الاسنان. كل كتير من الاسنان، هنا لازم هنا ما ارفعلكش حتى مره واحده. عارف لو ربع ملي انا ممكن ارفعه لك بالتركيبات النهائيه مره واحده، حاله زي دي ما اقدرش احط التركيبات النهائيه مره واحده. لازم اعوض الاول الطول اللي في الاسنان بتركيبات مؤقته من ماده ريزيلينز او ماده مرنه تحافظ على وضع الفك وتحافظ على تاهيل الفك في العضه المظبوطه، واعمل ريبروجرامينج او اعاده تفكير، اعاده
تهيئه لمفصل الفك للعضه الجديده بماده معينه، لو حطيت تركيبات النهائيه على طول تبوظ مفصل الفك، القوه دي ترد في مفصل الفك تبوظه. زن هغير التركيبات المؤقته دي واحط الحركه التركيبات النهائيه. من يقوم بتبييض الاسنان؟ سواء بقى مريض يطلب كده يروح يعمل تبييض اسنان، او دكتور يقرر انه يتعامل مع اسنان في التجميد بانه يبيضها بدون الاهتمام باللثه. متهم ما ينفعش تعالج اللثه او تبيض الاسنان من غير اللثه. دايما نقول اللثه هي البرواز، اللثه هي اللي بتخلي شكلك حلو وبتخلي شكلك وحش او بتخلي شكلك مش مظبوط. اطوال الاسنان نفسها لو مش مظبوطه ومش لايقه على وشك، لا، لو اسنانك بيضه واللثه عندك ملتهبه هيبقى شكلها وحش. لازم حتما ولابد ان انت تظبط الاسنان، حتما ولابد لازم تبقى عارف ازاي تظبطها، سواء بليزر سواء جراحه سواء تجميل سواء ريكونتورنج، بس لازم تبقى عارف انت بتتعامل مع اللثه ازاي عشان تبروز لك شغلك الحلو اللي انت هتعمله. سنان مسوسه، خلاص نشيل السنه اللي فيها سوس او نشيل السنه اللي فيها مشاكل، شيلها وازرع مكان جاني. على طول ده جاني، ده ما ينفعش تتكلم معاه، لان زي ما قلت لك انا طب الاسنان كله بيجري في التوس كونزرفيشن، في ان انا احافظ على السنه، في ان انا السنه بتاعت ربنا ان انا اريستور السنه دي، ان انا ما اخسرهاش، دي سكند شانس. فاكر كنا مره عطل حرك حالات كلها تبان ان هي متدمره واحنا رجعناها تاني. حاله هعرض لحضرتك حاله دلوقتي حلوه قوي، كانت السنان جايه كلها جذور، كلها جذور. السنان دي 90% من الجذور دي احنا حافظنا عليها، ما كانش 90% تقريبا من الجذور دي كلها حافظنا عليها، ما عدا جذر ورا هنا كان خلاص وصل للعظم التسوس فما قدرناش ان احنا نعمل لها حاجه فرعناها، بس كل الجذور اللي حضرتك شايفها في بالذات الاسنان الاماميه دي احنا حافظنا عليها. هنا التكنولوجي وهنا دور ان انت تبقى بتعرف تشخص حاله صح وبتعرف تقيس، لان بناخد حاجه اسمها بريدونتال دبس، فبقى عارف اللي متبقى من السنه قد ايه جوه في العظم، قد ايه هعرف اكشف قد ايه من السنه، هقدر احط دعامه، فاللي موجود ده هيسبورت الدعامه فهتسبورت التركيبات اللي موجوده ولا لا. فلا طبعا جاني ان انا اجي الحاله دي فرايح دماغي، فاخلع. ابعد عن فكره ان انا رايح دماغي دي، ما انا اسهل حاجه بالنسبه لي اخلع 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 اخلع، حط زرعات 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 وشكرا على كده. لا، هحافظ لك على سنتك، هعمل دايما بقول للمريض اللي هعمله مش هعمل لك غيره، اللي هعمله لنفسي هعمله لك. لو مش هرضى اعملها لنفسي عمري ما اعملها لك، حتى لو انت طلبتها من هنا للسنه الجايه. لا، انت نورت وابدعت. ميرسي يا دكتور، ربنا اشكرك على هذه النزهه الجميله في عالم الاسنان، على هذه الصراحه المطلقه المطلوبه في عالم ما ينفعش فيه غير الصراحه، والا الثمن هيكون غالي. الصراحه في الطب مطلوبه يا جماعه، المجامله بان انا اشوف حاجه غلط واسكت عليها ده الثمن بتاعه بيكون غالي. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمود حشمت صاحب زماله تجميل الاسنان جامعه مانشستر، عضو جامعه الالمانيه لزراعه الاسنان والامريكي لتجميل الاسنان. نورت الناس الحلوه. شكرا، خليكم مع الناس الحلوه. الحوار سيكون شديد التفاصيل وايضا سيوضح امور كانت راسخه في دماغ الكثير من الناس، لكن العلم الحديث غيرها تماما. طالما في تاخر حمل يبقى الانابيب لازم نحطها في الاعتبار وندور عليها ونتأكد هل فيها مشكلة ولا سليم. أنت أحياناً تضر صحتك الإنجابية بشكل قد يكون قاسي للغاية. طبيب أمراض نساء في عيادته وهتعمل حقن مجهري وتسأله السؤال، انت محتاج الزوج في حاجة؟ لا 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 لا، هو كده كده يوم العملية هناخد منه العينة، ده ما اسموش حقن مجهري، ده اسمه أي حاجة غير حقن مجهري. من 9 فبراير 2020 في مراكز رياض الخصوبة والصحة الإيجابية لغينا التسقيم، لأن ليس له أي دور في نجاح حمل الحالة بتاع تكيس المبايض، بالعكس قد يكون مؤذي ليها. الدكتور الشاطر عامل زي المخبر السري الشاطر أو زي المحقق، لازم يتوقع أشياء في طيات الجريمة.
معظم حالات بطانة رحم مهاجرة اللي هي عاملة تأخر حمل البقع والرقع بالذات ما فيهاش أعراض. للوهلة الأولانية بيبان لي إن اللي يفوت مشكلة في الرحم ما يشخصهاش تأخر إنجاب يبقى بيهرج. أكتر حالات بتنجح فيها الحقن المكاري، مشاكل الأنابيب وحالات الزوج، الاتنين دول الأنابيب تحديداً بالذات أكتر بيكون نسب نجاح الحقن المكاري فيها أعلى. سياستنا في مراكز رياض الخصوبة والصحة الإنجابية، اوعى ننسى الرحم. معرفة أسباب الفشل ومحاولة رفع نسب النجاح هي هدف كل المنظومات العلمية. خليكوا دايماً معنا. الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. Okay, yes, here he is. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم تأخر الإنجاب، يوم شديد الإثراء الطبي والعلمي. وخلينا أقول لكم أنه طالما الموضوع يدور حول منطقة مهمة جدا في عالم تأخر الإنجاب وهي قناة فالوب، إذن فالحوار سيكون شديد التفاصيل وأيضا سيوضح أمور كانت راسخة في دماغ الكثير من الناس لكن العلم الحديث غيرها تماما. قناة فالوب هذه القناة اللي لما تنظر للأكتيفتي والنشاط بتاعها ودورها لا تملك إلا أن تقول سبحان الله، لكن هذه القناة كثير جدا من العوامل تؤثر فيها، كثير جدا من الأمراض تعشق قناة فالوب، حتى هي واحدة من معشوقات بعض أنواع الانفكشنز في الجسم. في أماكن كده الجسم يعني نقدر نقول إنه البكتيريا أو بعض الفيروسات تحب تروح تأثر فيها، فمثلا التي بي الدرن يعشق أن يصيب قناة فالوب. بعض أنواع الانفكشنز زي البكتيريا ومثلا الانفكشنز الأخرى تعشق أن تصيب قناة فالوب. قناة فالوب عندما تصاب واحدة من أصعب الأماكن في الهيلينج أو بمعنى أصح في الريكفري من الانفكشن من العدوى، وسهل جدا أنها تكون سائل، والسائل ده بيضج مضجع الأجنة عندما تلتصق في الرحم فيمنع تماما هذا الالتصاق، ناهيك على أنه قد لا يكون أساسا بيئة مناسبة لالتقاء الحيوان المنوي بويضة، فيبقى الحقن المجهري هو الحل. ولكن تبقى معضلة أنه حتى في حالة الحقن المجهري أنت بترجع الجنين إلى رحم، وهذه الأنابيب لو فيها خلل أو فيها تكوين سائل
محبط لهذه الحركة ولهذه الخطوة، خطوة الالتصاق، فهذه الفالوبيان تيوب أو هذه الأنابيب سيصدق عليها البقولة المشهورة في مصر في المثل الشعبي: لا منها ولا كفاية شرها. هنا سيبقى فهم دقيق جدا وعلمي لهذه الأنابيب ودورها الهام جدا، وكيف نتعامل مع مشاكلها إذا أردنا أن نتعامل مع حالة تأخر إنجاب. النهاردة حوار زي ما قلت لكم علمي دقيق راقي المستوى مع واحد من قمم علاج تأخر الإنجاب في العالم العربي، واسم بالطبع له تواجده المتميز جدا في المجال أو في المحتويات المحتفلات العالمية، ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد، الأستاذ بكلية الطب قصر عيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، وعضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبه والصحه الانجابيه. اهلا بك دكتور ايمن، اهلا بحضرتك. قناه فالوب هذه المعضله المشهوره جدا تنظر لها فتقول سبحان الله، ولكن قد يصبها عطب ما فيجعلها عبء كبير على عمليه الانجاب. عشان كده احنا النهارده هنتكلم كلام مهم قوي دكتور ايمن عن قنوات فالوب او الانابيب، يعني عشان نوضح قد ايه فعلا قنوات فالوب دي قد ايه مهمه جدا عشان يحصل الحمل في العموم، وحتى لو الحاله اضطرينا ان احنا نعمل حقن مجهري برضو قنوات فالوب ليها دور. فالحلقة دي والحلقة اللي جاية هتكلم كلام مهم جدا عن قنوات فالوب، سواء في الحمل العادي التلقائي او سواء في الحقن المجهري. مفيش بقى كيس سيناريو النهاردة، لا هنتكلم كلام على طول في بس في مئات يعني. الكيس السيناريو جدا. هنقول في النص كده حالات فعلا عدت علينا ليها علاقة بقنوات فالوب ومشاكلها. معنا عبر الانترنت دكتور طارق الحسيني، مدرس امراض النساء والتوليد، مدرس بكليه الطب قصر عيني جامعه القاهره، استشاري علاج تاخر الانجاب والحقن المجهري بمراكز الرياض للخصوبه، هيكون معنا مشارك في هذا الحوار. اهلا بيك دكتور طارق بيه، منور. اهلا بحضرتك دكتور ايمن. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. قبل ان نبدا هذا الحوار، كيف ترى قناه فالوب؟ طبعا هو قناه فالوب هو الكائن المهم جدا الموجود ما بين الرحم والمبيضين. قنوات فالوب ديت عشان خاطر نقول انها سليمه لازم تكون سليمه من ناحيتين، من ناحيه التشريحيه ومن ناحيه الوظيفيه. من ناحيه التشريحيه المفروض انها تكون مفتوحه وكمان في المكان المقابل للمبيض، ما تبقاش هي في حته والمبيض في حته، ده تشريحيا. ووظيفيا لازم يكون الصوابع بتاعتها اللي اسمها الفيمبريا شغاله عشان تعرف تلقط البويضه، وحاجه اسمها السيليا او الاهداب موجوده جوه الانبوبه وشغاله عشان تعرف تزق البويضه وتوصلها للرحم. فدي الحاجات المهمه نتكلم عليها: الانابيب بتاعتنا، الانابيب قنوات فالوب، عشان يحصل عن طريقها حمل تلقائي لازم تكون تشريحيا سليمه. يعني ايه تشريحيا سليمه؟ يعني فيها حاجتين، ايه هي؟ رقم واحد مفتوحه، ورقم اتنين تبقى مقابله للمبيض، ما تبقاش هي في حته والمبيض في حته، ده تشريحيا. والوظيفيا الفيمبريا اللي هي بالبلدي الصوابع، والسيليا اللي هي بالبلدي الاهداب. لازم تكون الصوابع سليمه والاهداب سليمه. ده كلام مهم جدا جدا. امتى هتبوظ بقى؟ تعال نشوف دكتور طارق. اصابه قناه فالوب بمشكله ما، يعني قصة مثيرة جدا من ناحية الأسباب، فقول لنا يا دكتور طارق ما هي. هقول لك أشهر الأسباب لأنه يمكن الوقت ما يسعش إن احنا نقول كل أسباب إصابات قناة فالوب. إزاي حضرتك دكتور؟ الله يخليك. دلوقتي هنتكلم عن أهم حاجة بتصيب الأنابيب فالوب أو قناة فالوب، وهو الالتهاب. إيه اللي بيؤدي إن يحصل التهاب في الأنبوبة؟ يعني صراحة ده بيحصل حاجة من ثلاثة، طريقة من ثلاث طرق. أول حاجة ودي أهم حاجة اللي هو الاسندنج انفكشن او الالتهاب الصاعد. بمعنى ايه؟ احنا عارفين الانبوبه متصله بالرحم، اذا لما يكون في التهاب في عنق الرحم او التهاب في تجويف الرحم، سهل جدا البكتيريا ممكن تطلع عن طريق الرحم وتخش جوه الانابيب وتعمل لها التهاب. طب ايه اللي يؤدي للالتهاب في عنق الرحم او في تجويف الرحم؟ اهم التهاب بيؤدي يعني بيصيب عنق الرحم هو الالتهابات او البكتيريا اللي بتنتقل عن طريق العلاقه الزوجيه، العلاقات الزوجيه المتكرره والمتعدده. ممكن بكتيريا تصيب برضو تجويف الرحم عن طريق تلوث بقايا اجهاض او بقايا حمل سابق،
وده واللي بيساعد بقى ان البكتيريا اللي تطلع لو عملنا اي حاجه بنسميها انسترومنتيشن، عملنا اي حاجه اثناء وجود التهابات، بمعنى لو ركبنا لولب في وجود التهاب في عنق الرحم، لو عملنا مثلا حاجه زي اشعه بالصبغه او منظار رحمي في وجود التهاب في الرحم، ده بيساعد جدا ان البكتيريا تصعد الى الانبوبه وتعمل التهاب في الانبوبه. اذا اول طريق وده اهم طريق هو الاسندنج انفكشن. ممكن برضو يحصل انتشار للمرض او التهاب للانبوبه عن طريق لو في عضو في الحوض في التهاب شديد، ده ممكن ينتشر بشكل مباشر الى الانبوبه. يعني مثلا لو في التهاب شديد في الزائده الدوديه، ده ممكن يحصل سبريد، ممكن يحصل انتشار للبكتيريا وتصيب الانبوبه الناحيه اليمنى. الطريق الثالث هو طريق الدم هو بلاد سبريد، واهم طبعا نوع من انواع البكتيريا اللي بيصيب الانبوبه عن طريق النظام دوت هو الدرن او السل. ايه تاني؟ الالتهاب بيحصل يا اما عن طريق تجويف الرحم، يا اما عن طريق عضو في الجسم جنب الانبوبه، او عن طريق الدم. تمام. ده يعني يطرح علينا سؤال مهم جدا، هل لابد ان تكون هناك اعراض لكل هذه القصص المثيره؟ تمام. قبل بس ما اجاوب على حضرتك على السؤال دكتور ايمن، هو النماذج اللي قالها دكتور طارق اللي هو اكتر حاجه تاثر على الانبوبه ما تخليهاش تقوم بالوظيفه بتاعتها عشان يحصل، وايه الوظيفه بتاعتها؟ ان يحصل حمل. ده المكان اللي بيلتقي فيه البويضه بالحيوان المنوي عشان البويضه تتحول لحاجه اسمها جنين، والجنين ده له عباره عن خلايا الاهداف بتزق الجنين ده لحد ما يوصل للرحم. ده الطبيعي عشان يحصل حمل تلقائي. اكتر سبب يؤثر على الانابيب ما تخليهاش تقوم بالوظيفه بتاعتها دي هو التهاب. التهاب نتيجه ميكروب وصل لها. هقول لك نماذج من اللي قالها دكتور طارق. الميكروب وصل ازاي للانابيب؟ بعد حمل لسه الست والده والطريق مفتوح، بيرث كانال طريق مفتوح، دخل ميكروب بعد سقط، بعد سقط، بعد اجهاض، حتى لو عملت عمليه تنظيف وارد ان يخش ميكروب. لولب، لولب متركب عن طريق اللولب ده طلع ميكروب واتشعبط على اللولب ووصل لحد الانابيب. عن طريق زايده فيها التهاب، زايده جنب الانبوبه اليمين قريبين وملامسين لبعض. عن طريق الدم تسوس السنان، لوز، شيشه، شيشه، وصل الميكروب الدرن وصل الى الرئتين، ومن الرئتين عن طريق الدم وصل الى الانابيب. النماذج اللي انا قلتها دي بعد ولاده، بعد سقط، بعد تركيب لولب، بعد زايده دوديه، بعد شيشه، مثلا الخمس نماذج دول، دي نماذج قليله ولا كتيره في المجتمع بتاعنا؟ كتيره، كتيره جدا. كتيره جدا. يبقى وارد جدا ان يحصل التهابات في الانابيب. على فكره يوصل للتي بي بنوعيه للانابيب، يعني صحيح الشاس تي بي والجي اي تي تي بي. بالظبط. بالظبط يوصل بالظبط، بس على اساس الشيشه والشيست اللي هو الجهاز التنفسي هو الاكثر، فهو ده اللي احنا بنتكلم عليه، بس ممكن فعلا يوصل عن طريق الجي اي تي اللي هو الامعاء يعني. فدي نماذج كتيره جدا 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 في المجتمع للاسف موجوده. والنماذج ديت لما تيجي تحمل بعد كده، يعني هي حملت ولدت قبل كده وطلع ميكروب اثر على الانابيب، تيجي تحمل بعد كده مش ما بتحملش. وندور على الاسباب، وندور على الاسباب. والانابيب دي منسيه خالص. ليه منسيه خالص؟ ما هي حملت ولدت قبل كده. لا طب، لا طب، هي طالما حملت ولدت قبل كده، طالما في تاخر حمل، يبقى الانابيب لازم لازم نحطها في الاعتبار وندور عليها ونتاكد هل فيها مشكله ولا سليم. حضرتك سألت سؤال مهم، وكان دكتور طارق بقى كان هو اللي هيجاوب عليه. ايه هو الاعراض؟ الاعراض. طيب يعني انت رميت الكره في ملعب الدكتور طارق. بالظبط. طيب كده سؤالي كان للدكتور هشام اللي قال لا الدكتور طارق اولى ان هو يجاوب هذا السؤال. هو سؤال يعني الست هتساله لك لما تيجي تقول لها انت عندك مشاكل في الانابيب، تقول لك انا ما اشتكيتش ابدا من اي حاجه. فهي دي التعبير، انا جاوبت كده، بس فسر لي ليه كتير من الحالات بتبقى سيمتوماتيك. بالظبط كده يا دكتور ايمن، فعلا نسبه كبيره من الحالات بتكون فعلا مش بتشعر باي اعراض، وبتتشخص حاله التهاب الانابيب اثناء احنا لما جينا الحاله عندها تاخر انجاب، بنعمل اسسمنت، بنعمل تقييم للحاله بشكل كامل. من احد يعني الخطوات التقييم الحاله اللي هو الاطمئنان على قنوات فالوب، بتتشخص احيانا بشكل بالصدفه يعني اثناء التقييم لتاخر الانجاب. هي الحقيقه الحالات ممكن تشعر فعلا باعراض زي سخونيه، زي التهاب مزمن في الحوض،
التهابات من تحت، لكن في نسبة منهم برضو مش بيشعروا بأي أعراض خالص. النقطة اللي عايزين ننهي بيها حوارنا بقى، إزاي ترى دور الأنابيب في تأخر الإنجاب أو حتى فشل حالة المجاري؟ ولو إن ده حلقة كبيرة يعني. ده المفروض هنتكلم عليه في الجزء بس ديني كده مقدمة عبال ما نتكلم عنه. طيب الاول بس عاوز يعني اعقب، هقول لحضرتك حاضر ماشي حاضر، بس عاوز اعقب بس على كلام دكتور طارق في حاجتين مهمين. انا على فكره مضطهد الحلقه دي، انا حاسس ان اول مره احس من الاضطهاد، مش ماشي على سكريبت خالص يا باشا، انا يعني متشوق، انا تعب نفسي وعمال اكتب. انا عارف انا عارف ان انا مش ماشي على السكريبت، بس عارف الحته دي ايوه كان منها شيق علينا حواركم كله، مقدمه رائعه عن الانابيب. ايوه تمام، بس دي اللي انا عيني عليها المنطقه دي، وانا عارف ان انت عينك عليها برضو. أيوة. بس قول لي انت عايز تعلق ايه، لو حاسس انت عايز تعلق على الصبغه. هو بس نقطه مهمه جدا حته الصبغه ديت. مفيده طبعا مفيده، وبعدين دي اساسيه، احنا اتفقنا ان في اربع حاجات لازم يكونوا سلام عشان يحصل حمل: بويضه، حيوان منوي، رحم، انابيب. انابيب بنعرف انها سليمه منين؟ عن طريق اشعه الصبغه. صبغه سائل بتحقن من تحت ويعدي في الانابيب ونشوف انها مفتوحه ولا مقفوله بس. بس تمام. طيب لقينا الانابيب مفتوحه خلاص بنستنى بس. ايه اللي ورا بس دي؟ ايه اللي ورا بس دي؟ ده شيء مهم جدا. ورا بس دي، هو انا دلوقتي في لما جيت قلت في اول الفقره اول الحلقه عشان اقول انابيب سليمه لازم تكون سليمه حاجتين: تشريحيا ووظيفيا. وظيفيا بعد ما حضرتك تاخد عصير الليمون ده بالهنا والشفاء خلاص تمام. تشريحيا يعني ايه اللي المفروض يكون سليم في الانبوبه؟ الاهداب والفيمبري. لا اخصى عليك. لا الفيمبري اللقطات. لا اخصى عليك. البيتنسي. البيتنسي اللي هي مفتوحه. ماشي ما مفتوحة. ده اوكي تشريحية. طب ما دي تشريحيه. وعلاقتها بالمبيض. اوكي اوكي. وعلاقتها بالمبيض هو ده التشريحيه. وظيفيا اللي هي الصوابع الفيمبريا والاهداب. تمام. انا لما بعمل اشعه بالصبغه انا بقيم مين في دول؟ لا انت بتقيم البيتنسي بس. بس بس انا مش هعرف اي حاجه تاني. خلص. مش هعرف هل الصوابع سليمه ولا لا، الاهداب سليمه ولا لا، مش هعرفها خالص. مش هعرف علاقه الانابيب بالمبيض، كل اللي انا بحكم عليه بالاشعه بالصبغه مفتوحه ولا مفتوحه ولا مقفول. عملنا الاشعه بالصبغه وكانت الانابيب مفتوحه الحمد لله، بنستنى فتره قد ايه؟ طالما العوامل الاخرى سليمه بنستنى فتره 6 شهور. طب عملنا اشعه بالصبغه لقينا فيها حاجه غير طبيعيه، وحط تحت كلمه حاجه غير طبيعيه دي 10,000 خط. ليه؟ لاني 10 اشعات بالصبغه بشوفهم اتقال عليهم ان هم طبيعي، 6 أو 7 منهم بيكون فيهم علامات غير طبيعيه، لاني مش الطبيعي انها تكون مفتوحه وبس. لا الطبيعي المسار بتاعها طبيعي، الرحم كده نازل منه الانبوبتين ولا في انبوبه مرفوعه، ولا الانبوبتين مرفوعين، ولا في التواء زياده عن اللزوم، في عوامل تانيه نقدر نتوقع من الاشعه بالصبغه ان فيها مشكله. تمام. ولما نتوقع يبقى لازم نتاكد، وهنتاكد بالاجراء اللي قال عليه دكتور طارق اللي هو ايه؟ المنظار. السؤال اللي جاي، المنظار هيقيم مين في سلامة الأنبوبة تشريحيا ووظيفيا؟ ناخدها واحدة واحدة. تشريحيا الاثنين، أنابيب مفتوحة ولا لا؟ بتبان بالمنظار؟ لا. يا نهار أبيض، منظار البطن. منظار البطن ممكن منظار البطن ماشي تمام. علاقتها بالمبيض؟ البان طبعا. بتبان طبعا. الله يبقى فيه فوائد اهو، المنظار البطن بيضيفها. تمام. الصوابع سليمة ولا مش سليمة؟ سليم. بشوفها. الأهداب؟ لا ما شوفهاش. ما بشوفهاش. وهي دي اللعبة في الأنبوبة، أهدابك يا أنبوبة لن نستطيع الوصول إليها. لن نستطيع أبداً؟ أبداً. مفيش وسيلة تشخيص؟ خالص. ولا مخبيها ولا ولا لا 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 أسعد انت بتقولي أسعد بتخدعني. أنا حاسس بالظبط كده. النهاردة انت اليوم كله فخاخ. لا 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 لا، هو ده في حقيقي فعلاً. الأهداب هي الجزء الوحيد في الأنبوبة اللي ملوش وسيلة تشخيص، لا أشعة ولا تحليل ولا فحص ولا أي شيء. إيه أسخف حاجة وأقصى حاجة أنت بتشوفها في التعامل مع الأنابيب بالنسبة لتأخر الإنجاب لغاية لما نكمل الحلقة الجاية؟ أسخف حاجة هو عدم تشخيص مشاكل
واضحة في الأنابيب حتى بالوسيلة التشخيص التقليدية جدا اللي هي الأشعة بالصبغة. دي أسخف حاجة إن هو في فوست فايندين، يعني فعلا في مشكلة في الأشعة بالصبغة، بين إن في علامة، بين إن في حاجة مش طبيعية، وبأكد على كلمة شك، واسمها كده في الطب suggestion. يعني إيه suggestion؟ يعني شك أو احتمال. في suggestion جامد في الأشعة بالصبغة، في احتمال، في شك جامد، وللأسف الحالة قالها الأشعة بالصبغة دي طبيعية. أنت نورتنا. الله يخليك. أبدعتك العادة. واحدة من الحلقات المهمة جدا جدا والمواضيع الطبية المثيرة جدا أنابيب فالوب، لكن يبقى الجزء الثاني أكثر إثارة، لأن كل الأسئلة اللي أنا سألتها في الجزء ده هي اللي هنجاوبها الجزء الثاني إن شاء الله. إن شاء الله. ضيفي العزيز القيم العلمي الكبير الأستاذ دكتور هشام الشاعر، نورت وشرفت. الله يخليك. وضيفي عبر طبعا وسائل التواصل الدكتور طارق الحسيني، مدرس أمراض النساء والتوليد بكلية الطب. أكيد جمال. كل حتة في العالم له مقاييس، بيشترك العالم كله في أشياء ثابتة معينة، لكن كل حتة ليها تركاية صغيرة كده. إزالة الشعر أهم حاجة إن أنا اللي قدامي أشوف أسباب زيادة الشعر الزائد، وإلا يبقى أنا هدخلها في دوامة إن أنت هتيجي فوريفر. ده مكان متخصص طبي بيعمل ليزر مظبوط، ده مكان مش طبي جايب جهاز شبه جهاز الليزر وبيعمل حاجات مش مظبوطة. مفيش جهاز واحد يعمل كل حاجة، لأن كل جهاز متخصص. الدكتور عبد العزيز الطويل، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية بكلية الطب،
عضو الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية، عضو الجمعية الأوروبية للأمراض الجلدية، عضو جمعية الليزر البريطانية. مع اختراع الليزر سنة 1960 عمل نقلات كبيرة في مجالات متعددة غيرت شكل الحياة. في مجال الطب أحدث استخدام الليزر ثورة تقنية كبيرة في كل التخصصات، قللت المخاطر والوقت والألام. أطباء الجلدية وتجميل الجلد كان ليهم نصيب كبير من التطور ده، لما مكنتهم التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة المعتمدة على الليزر من علاج عدد كبير من الأمراض الجلدية اللي كان القضاء عليها في الماضي مستحيل أو على الأقل يتطلب وقت طويل. الأجهزة المعتمدة على الليزر في تطور مستمر، واستخداماته متعددة وفعالة وآمنة وسريعة المفعول، بشرط استخدامها سواء للعلاج أو للأغراض التجميلية من طبيب مختص وفي مراكز وصروح طبية متخصصة مجهزة ومؤهلة. أهلا بيكم. النهاردة يوم الجمال، يوم الجمال ده شيء مهم جدا. الجمال في كل حتة في العالم له مقاييس، بيشترك العالم كله في أشياء ثابتة معينة، لكن كل حتة ليها تركاية صغيرة كده. يعني مثلا في البرازيل، البرازيل على فكرة بلد شديدة الجمال، والبرازيليات معيار الجمال بالنسبة لهم هو التكوين الجسدي. تكوين الجسد ده مهم عندهم جدا جدا، وهم يعني رشاقة، بس رشاقة بلس ون، مش رشاقة عنيفة، لا بلس ون، يعني في سنة زيادة لاتينيات، زيادة في الوزن. وهم عندهم على فكرة جميع أنواع البشرات، البشرة البيضاء، البشرة الزمراء، البشرة النص نص، اللاتينيات قوي، الأوروبيين الشكل الأوروبي، بس برضو تحت بند زي ما قلت لكم رشاقة بلس ون. هم عندهم اهتمام شديد جدا بنفسهم جدا، يعني مراكز الجمال التجميل هناك اللي هو الـ سواء بقى الطبيه الكلينكس او الحاجات اللي هي بتاعه الشعر والمكياج وبتاع، كل ده بيشتغل كويس جدا جدا. البنت من وهي صغيره خالص لازم تروح يوميا تعمل عنايه بالبشره، ليزر، كل الحاجات المطلوبه بتعملها. ده في البرازيل. في فرنسا الطبيعية بتفرض نفسها، حبوش المكياج الفرنسيات، بيميلوا إلى أنهم بقى مش بلاس وان، لا نحافة أكتر شوية. الرياضة عندهم مهمة جدا جدا، والشعر، الشعر يعني مهم أن يكون شعر مميز عند المرأة الفرنسية. وطبعا الأناقة، اللبس قصير، بيحبوا الشعر القصير على فكره هناك اكتر من اي حته في العالم. يعني الستات الفرنسيات عندهم الشعر القصير ده يعني اكتر من مميزين بيه اكتر من اول صوفي من زمان، من ايام صوفي مارسو لو فاكرين. الاستراليات، استراليا الجسم الرياضي، لازم الرياضه، جري بقى بقوه شديده جدا والاداء الرياضي العالي جدا. وتشوف استراليات ودايما الطول عندهم، طول الفرع ده مميز جدا جدا. التان عندهم مقياس مهم، بيحبوا ياخدوا تان كتير قوي. السويد الشقر بقى، يحبوا ان البنت طالما سويدية يعني شقرة، هم بيحبوا اللون دوت.
والعينين الزرقاء لازم يبقى فيه وجنتين مميزتين في بروز فيهم كده. كوريا العيون المستديرة، كوريا الجنوبية العيون المستديرة والبشرة الفاتحة. كل ما تكون العيون مستديرة وكبيرة، كبيرة واسعة والباين قوي يعني نظرة العين لازم نفسها تكون بارزة جدا. وهم عندهم اهتمام قوي بالفك، بيهتموا جدا بعمليات الخاصة بالفك وتظبيط الفك، عندهم مشهور جدا جدا. في مصر كل حاجة موجودة، كل ده في مصر موجود. النهاردة لقاء مهم جدا في عالم التجميل، تعالوا النهاردة نعيش زي ما قلت لكم يوم الجمال مع ضيف العزيز، قيمة علمية كبيرة واسم كبير ورائد قدير من رواد عالم الجمال والجلدية. ضيف النهاردة الأستاذ الدكتور عبد العزيز الطويل، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية بكلية الطب وعضو الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية والجمعية الأوروبية للأمراض الجلدية وجمعية الليزر البريطانية الاسم الكبير. أهلا بيك دكتور. أهلا وسهلا. إيه رأيك في الرحلة دي؟ دي رحلة جميلة قوي، وإحنا بقى هنلخصها كلها في المركز عندنا. جمعنا كل البرازيل على فرنسا على السويد على أستراليا على. قلت مصر فيها كلها. جمعناها لك كده وعملنا حاجة جميلة قوي. علشان نستثمر صح في البشرة الصح. إن أهم استثمار حاليا دلوقتي في البشرة، لأن البشرة غالية جدا والعناية بها جزء مهم جدا 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 من الجمال. عشان كده أنا عجبني قوي رينيو. رينيو يعني تجديد. تجديد ده كلينيك، رينيو كلينيك. رينيو لماذا اخترت هذا؟ والله مش اختياري. انت عارف احنا طب كده يعني، ده اختيار محمد ابني، هو مهندس خريج جامعه بريطانيه وهو فكر في التفكيره دي وجابها كمان مش ري نيو ان اي دبليو، لا يو واي، يعني تجديد بنجدد كده انت. بنجدد انت بنزبط. انت او انت. عندنا برضو للرجاله برضو. ايه بقى التميزات الموجوده؟ احنا زي ما حضرتك كده اسرت، احنا بنجمع بين كل ذلك من خلال نمره واحد. عندي نخبه من الاطباء كل في تخصصه، يعني دي دكتوره الفيلر، دي البوتوكس، دي البهاء، دي الليزر ازاله، دي كل حاجه. زي ما هناخد جوله دلوقتي عندنا في المركز مع بعض باذن الله تعالى. دي نمره واحد. نمره اتنين العلم، ان احنا بنشتغل على نفسنا وباستمرار في دورات تدريبية وتثقيفية للدكاترة بتوعنا، فدي كلها بتطلع منتج كويس. ده بيخلينا أقول إنه مش بس الكلينكس دلوقتي أصبحت فور بيشنت، لا ده كمان بقت زي أماكن تدريسية صغيرة. نقل خبرات. نقل خبرات، انتر أكتف بيني وبين اللي معانا، وبنجيب لهم الناس اللي يدربوهم ويدي لهم، لان في حاجات جديده طلعت، تقنيات جديده طلعت، احنا لازم كلها تبقى عندنا، واجهزه جديده لازم كلها تبقى موجوده عندنا، بحيث ان انا اقدر انقل في النهايه كل ده للكلاينت بتاع، مش هنقول مريض، للواحده اللي عاوزه تاخد الاحسن. الجلديه والتجميل بقى فريق عمل، ما بقاش اداء فردي، صح كده؟ طبعا طبعا، ما عادش الدكتور ان هو يكشف ويشوف ويبص ويشخص، لا، لان التكنيكس او التقنية كترت قوي زادت، وكل واحد بقى متخصص في الحته دي. ولولا السفر عندنا وحضور المؤتمرات الكثيره الحمد لله تعالى، ما كانتش الدنيا بقت كده، ولا كنا واكبنا التطور الرهيب اللي موجود. اكتر حاجه فيها تطور الليزر، صح؟ الليزر اه، الليزر اه. واحنا بنلهس عشان كل يوم بيطلع حاجات جديده، حاجات جديده، ولازم نقتني الحاجات الجديده دي، لان انت يعني انت بتنافس على الجمال. ازاله الشعر هي واحده من اهم استخدامات الليزر واكثرها شيوعا في مصر. احنا عندنا موضوع زياده الشعر دي حاجه فاميليال، حتى موجوده في الميديتيرينيان سي كلها. فايه الاحدث دلوقتي في عالم ازاله الشعر؟ شوف حضرتك، ازاله الشعر اهم حاجه ان انا اللي قدامي اشوف اسباب زياده الشعر الزائد، والا يبقى انا هدخلها في دوامه ان انت هتيجي فوريفر. في بعض الأسباب إن أنا لازم ببحث عنها
وبالتالي لما اعرف الاسباب ممكن اعالج الاسباب. لما اشيل الحاجات دي بيبقى تقنيه كويسه قوي. الاجهزه الحديثه اللي طالعه عندنا اولا السبوت سايز، حجم الشعاع الليزر نازل. احنا بدانا الاول خالص ب 1 مليمتر، دلوقتي احنا في جهاز نازل حاليا هيوصل تقريبا 30 مللي. فبالتالي ازاله الشعر عندنا ما عادش عذاب، لان المريضه ممكن تاخد 20 دقيقه. شوف حضرتك 20 دقيقه او 15 دقيقه بالتقنيه الجديده دي وبالاجهزه الجديده، خصوصا ان احنا عندنا جهاز دكه بيجمع بين اثنين ويفلينز اللي هو الالكسندر والاندياج. ده بيعمل ايه وده بيعمل؟ ده بيبقى مسؤول او ده بيتعامل مع بشره وده بيتعامل مع بشره. فبالتالي انا لما بيجي لي مريضه ببقى عندي التقنيه اللي تغطي كل انواع البشرات. هل جلسات الازاله تختلف باختلاف جهاز من جهاز؟ بتختلف من جهاز لجهاز، بتختلف الباور بتاع الجهاز، بتختلف الجهاز ده بيتعامل مع البشره البيضاء فقط، الجهاز ده بيتعامل مع البشره مثلا اللحميه او البشره المصريه. فاحنا جبنا اللي بيتعامل مع البشره المصريه ده اساسي كويس، وفي نفس الوقت اذا كانت واحده شقراء او بيضاء قوي بيتعامل معها كويس قوي. ايه البريكوشنز الاساسيات اللي بتحيط ازاله الشعر بالليزر؟ نمره واحد زي ما قلنا ان احنا نشوف اسباب، هل هي كان في ادويه بتتاخد بتطلع شعر زائد، هل في اضطرابات في الدوره، هل في تكيسات على المبايض او الحاجات دي كلها. كل الحاجات دي بتفرق معنا في العلاج وبتفرق معنا في عدد الجلسات. وبالتالي اذا كان هنحسبها كوست بنفيت يبقى احنا بنشتغل مع المريضه صح. هل في اخطاء بتحصل ما زالت من بعض المرضى؟ اخطاء من المرضى واخطاء في بعض التكنيشن دلوقتي بيشتغلوا مش دكاتره، وده غلط. ده غلط، واخد لي بال حضرتك. فبالتالي لما يكون في كود او لما يكون في سيستم موجود احنا بنعلمهم او بنعرفهم ان 1 2 3 4 بنمشي عليه، فان شاء الله مش مشاكل. ولكن ممكن المريضه نفسها ما بتكونش مركزه، ما بتسمعش كلام يحصل كذا، فكلها بتبقى حاجات بسيطه وبتتلاشاها خالص يعني مش فيها مشاكل. هل ازاله الشعر بالليزر ليه مينتنس بتكمل بعد كده جلسات؟ ده مهم. مهم، لان هي بتاخد في الاول اي واحده بتاخد تقريبا من 6 ل 8 جلسات، بناخد تقريبا نسبه 70 او 80%، بعد كده ممكن بتيجي كل 3 شهور، بعد كده ممكن بتبقى كل 6 شهور يعني. الميزه في الاجهزه الحديثه انها تجمع بين كل الصفات عشان تفيد كل انواع البشره. دي التقنيه اللي عاليه. زي جديدة. ده جهاز طبعا بيدينا نتيجه كويسه، وخصوصا انه معاه تبريد فما فيش الم، ما فيش اي حاجه خالص. بتقدر الدكتوره على حسب المريضه بتظبط البارامترز بتاعتها، لان كل مريضه لازم بها بارامترز مش هتبقى زي الثانيه. الحاجه الثانيه الوحمات والحسنات. برضه الوحمات والحسنات دي بتقلق، لانه بعض هذه الوحمات بري كانسرس فلازم تشال فعلا. ده بقى مشكلتها ان المريض الواحده اللي جايه لي بتبقى مشكله اساسيه، بتبقى حاجه نفسيه اكتر يعني، هي متضايقه. ودي قبل ما نشتغل فيها، لان اشتغلت فيها من زمان، كنا سالنا الشيوخ بتاعتنا الافاضل وقالوا ده مش تغيير في خلق الله، وبالتالي احنا اشتغلنا عليها ونتائجها كويسه جدا جدا جدا. وطبعا زي ما قلت لحضرتك ان بعضها بري كانسرس، ف يعني زي دي كده دي ما يعني حاجه جميله خالص، وبتبقى جلسه واحده تتشال، بتيجي بعد اسبوع 10 ايام بيبقى في قشره، بعد شهر بتبقى ما فيش اي حاجه خالص، لان الليزر متخصص جدا جدا جدا. ونتائج دي مثلا حسنه مولوده بيها وبعد كده متضايقه. انما لو هي مش متضايقه احنا بنقول لها، بتيجي مثلا واحده تيجي وتقول، احنا بنقول لها لو حصل ان هي زادت في وقت قليل زي هنا برضه، او حصل فيها هرش جامد او جابت دم، يبقى لازم تتشال عشان دي بتبقى انديكيشن لحاجات تانية خالص. كل ده وحمات خفيفه وحسنات خفيفه خالص، وبتتشال ومفيش اي اثر، والحمد لله يعني كلها
نتائجها مرضيه، لان ده له نوع ليزر معين بنشتغل بيه اللي هو سيرجال سي او 2، مش اي ليزر بيعمل الحاجات دي. يقال ان بعض الناس تعتقد ان لما تشيل الحسنه دي هترجع تاني واكبر او هتنتشر، في ناس بعضها وبنقول لها احنا لازم نتابع ولو حصل اي حاجه لازم تيجي، لان في ريكورنس ريت بيبقى موجود. دي تجمع دهون زنسلازما. زنسلازما بتبقى موجوده وبتبقى يعني بتضايق جدا، وبالذات الستات. طبعا. وبتيجي الحمد لله بنعملها ما فيش اي اثر خالص، بس دي لازم يعمل بقى يتابع دهون الدم، لان هو مش كله مش كله. احنا عملنا دراسات وحتى معظم المرضى بيبقوا جايين لي وعاملين نسبه الدهون وتبقى نورمال. قبل ما هو يتكلم بقول له انت لو عملت نسبه دهون هتلاقيها طبيعيه. يقول لي فعلا يا دكتور عبد العزيز طبيعي؟ اقول له مش، لان مش في كله بيبقى فيه زياده. لا، دي ترسبات في الجلد بس. بتبقى حاجه خاصه بالجلد. بالجلد اوكي. اول مره نعرض، لو رجعنا للصوره بتاعتها، الصورتين الاخرى او الثلاث صور الاخرى دول مهمين قوي. لان دي اول مره نعرضها، هي تكوين كوليسترول على الجلد. على الجلد. فهو ده ما يتسابش، ده يشال بالليزر. وللاسف تيجي كل واحده تقول لي طب اديني اي دهان. اديني، ما فيش دهان خالص، ومش فيش دهان هيجيب نتيجة. وهي بتبقى أساسا راحت 20,000 مرة لأي حد وادالها دهانات. فدي لازم ليزر. لازم ليزر. ديت من جلسة واحدة ولا؟ دي من جلسة أو جلستين. لأن احنا دايما برضو كقاعدة عامة وبنعلمها لأولادنا، ان انت وانت بتشتغل ما تبقاش اوفر كوركشن، خليك اندر كوركشن احسن. لان اندر كوركشن انت ممكن هتصلح اللي انت سايبه، انما لو انا جيت ونزلت قوي ده ممكن يعمل لي مشاكل جامده. فبالتالي انا لما اشتغل لا، انا ادي نفسي نسبه امان شويه، اشيل 90%. لا، في بعض الناس يقول لك لا انا هشيل وهنزل شويه عشان اجيب، فتبقى فاهم مشاكل. تعمل يعمل اسكار بقى، تدخل اسكار، تعمل حرقه في الجلد. لازم الليزر دايما اكون انا يعني زي ما بيقولوا 90% 80%. اتعلمنا كده عشان ما يبقى ما يبقاش اوفر كوركشن، فانا اعمل مشكله في الجلد. ما لو حصل اوفر كوركشن دي كارثه. ملهاش حل. ايه الحاجات اللي بتحيط بعالم الليزر مهمه جدا، يعني لازم احطها في الاعتبار؟ ده مكان متخصص طبي بيعمل ليزر مظبوط، ده مكان مش طبي جايب جهاز شبه جهاز الليزر وبيعمل حاجات مش مظبوطة. شوف حضرتك، اول حاجة نوع الجلد بتاع المريضة بتاعي، دراسته جدا. لان ده انا لو ما كنتش فاهم الجلد اللي قدامي ايه مش هعرف اتعامل معه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، نفس المريض، لان في مريض بيبقى داخل لحضرتك وعنده سقف طموح عالي جدا جدا جدا، وهذا لا استطيع ان انا البهه له. وبالتالي المريضه دي او المريض ده ما بشتغلش معاه، لان انا بشرح له الاول ان انت عاوز كذا والعلم او الطب هيوصلك لكذا. هترضى معايا على كده؟ اهلا وسهلا. فبالتالي لازم نوع الجلد المريض نمره اتنين، طبيعه المريض اللي قدامي نمره تلاته، الجهاز اللي انا بشتغل بيه. كل زي ما قلت لحضرتك قبل كده وبقول ان كل جهاز ليزر متخصص في حته معينه. يعني انا عندي جهاز اوعيه دمويه بشتغل اوعيه دمويه، ما عنديش ما اشتغلش. عندي جهاز بيشتغل على الخلايا الصبغيه، اجيب اشتغل على المريض، انما ما اشتغلوش بجهاز مش هيفيده. فكل يعني انت عشان تقتني كل الاجهزه دي بتبقى مشكله جامده قوي، ولازم تقتنيها طالما انت دخلت في مجال تجميل. لازم تبقى كويس، يعني لازم طالما انت بتتعامل مع مشكلات الجلد يبقى انت لازم توجد كل الفاريتيز بتاعه الجلد. ومفيش جهاز بيشتغل كل حاجه ابدا، مفيش ابدا. هو اول حاجه اتعلمناها من اساتذتنا في الليزر، مفيش جهاز واحد يعمل كل حاجه، لان كل جهاز متخصص. ما تروحش تجيب جهاز وتقول انا عندي لا. اللقاء دايما معاك شرف كبير لينا، دايما ممتع، واللقاء القادم هيكون يعني ممتع جدا. في الجزء القادم هنتكلم على البهاء، هنتكلم على السكارز، هنتكلم على الفيفاتشي، هنتكلم على حاجات في الجلد مهمه جدا. اكيد الحوار
شديد الامتاع مع القيمه العلميه الكبيره والاسم الرائد في عالم الجلديه الاستاذ الدكتور عبد العزيز الطويل، استاذ ورئيس قسم الامراض الجلديه بكليه الطب، عضو الجمعيات الاوروبيه والامريكيه لامراض الجلديه وجمعيه الليزر البريطانيه. نورت. اهلا وسهلا. اهلا. خليكم دايما مع ناس حالة. بيقول انا عملت حزام معدة قبل كده عايز اشيله، وبيسال الخيارات بعد ما اشيل هذا الحزام، هل تكميم ولا تحويل المسار؟ حالات الحزام بدات تظهر كوارثها دلوقتي. انت حضرتك بتقول تدبيس المعده، هي تدبيس مريض. المعده طبعا بيبقى فيها شبكه زي اللي احنا بنحطها على الفات دي، بتبقى حوالين الوصله ما بين المعدتين، بتتليف، وبالتالي والله العظيم بتوصل في ساعات تبقى نص سم. كل بقى حته لحمه كده او خضار او اي حاجه فيها فايب، اي حاجه صلبه، هتلاقي نفسك يا مسنوق بترجع يا قاعد بقى تفرك لحد ما بتعدي البتاع. فهي عمليه انسداديه سيئه جدا. اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم جراحه السمنه، مع ضيف عزيز عليا جدا وقيمه علميه كبيره في عالم جراحات السمنه. مفيش وقت متاخر نقدر نقول ان فاتك اطار او قطار الرجوع للوزن السليم. مفيش. في مشاهير بعد سن 40 سنه بداوا يخسوا، عملوا جراحه او غيره وبداوا يخسوا ويرجعوا لوزنهم الطبيعي، منهم ديفيد بانر ده مغني من مغنيين الراب، وده كان طول عمره مدمن لوجبات سريعه، وطول عمره عايش حياته يعني لدرجه انه بدا يعاني من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع في انزيمات الكبد وتوقف التنفس اثناء النوم. خلاص هو شوف، خلي بالك ان رقبته ضيقه، رقبته شورت نيك، فطبعا ده كان بيتنفس بصعوبه وهو نايم. قرر انه يكون وزنه كويس، وزي ما انتم شايفين ديفيد بانر قبل وبعد. جابوري سيديبي ده ظهرت لأول مرة في 2009 وترشحت لجائزة أوسكار، وكانت يعني طبعا عملت فيلم من أقوى الأفلام اللي أنا شفته، فيلم رائع جدا عن مراهقة سمراء بالشكل اللي انتوا شايفينه دي، كانت رهيبة فعلا. والفيلم كان أنا في رأيي نموذج لمعاناة مرضى السمنة من ناحية التنمر وكل حاجة. هي عملت فيلم بيعبر عن حياتها يعني زي ما بيقولوا، بس طبعا كان بقسوة شديدة جدا. شوف خست ازاي. ليزا رايلي برضو ممثلة بريطانية عملت يعني انخفاض للوزن جبار، تحولت شخصية من شخصية لشخصية. وخلي بالكم كلهم، ميليسا ماكارسي نفس الكلام، ده طبعا افلام الكوميديا اللي بيحبوها عارفين ميليسا ماكارسي، شوف بقت عاملة ازاي. كل دول يتفق المشاهدين اعتقد مع بعض في انهم صغروا في السن لما خسوا، شكلهم اختلف وصغروا بشكل رائع لما خسوا. السمنة تكبر، وطول ما انت بتخس شكلك هيفضل شباب حتى لو انت عندك 80 سنة. الكلام ده مهم للغاية. ضيف العزيز النهاردة واحد من الأسماء المهمة للغاية في عالم جراحات السمنة على المستوى المصري والوطن العربي. طبعا سعيد جدا لما بيكون ضيف العزيز هو الأستاذ دكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، المدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة SRC. ضيف العزيز أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. قبل ما نبدأ النهاردة قصصك وحالاتك الجميلة الممتعة، عايز الأول تقول لي هل مريض السمنة لما بيخس فعلا شكله بيصغر؟ آه طبعا فرشور يعني هو طبعا السمنة بتضيع معالم الجسم خالص، يعني ما بقاش فيه، هو إنسان بيبقى متغير خالص. انا عايز اقول لحضرتك انه في قصص يعني يمكن الناس اتجوزت بعد ما خست، يعني كان عندنا حد يمكن بقى صديق شخصي بعد شويه
كان وزنه 170 كيلو، وكان تعرفت عليه في مستشفى وادي النيل، كان جاي من عياده يعني عياده ثانيه، عياده جراحه لحد زميل مش بيشتغل في جراحات السمنه يعني، فكان عنده افتاء كبير قوي في جدار البطن. وبعد كده بعتهولي انه طبعا مش هيعرف يصلح له الفاتق ده في وجود السمنه المفرطه، فانا بكشف عليه بيقول لي نزل له وزنه بحيث ان احنا نقدر ان احنا نصلح له الفاتق. الحقيقه طبعا انا شفته كان قمه الاكتئاب يعني، لدرجه ان هو بكى يوم الكشف بيقول لي انا خلاص، انا بقول له انت حالتك يعني محتاجه تجهيز، وقعدت اشرح له في الحاجات حقه يعني لازم يعرف ان الحاله ابعادها ايه وهيعمل ايه، وانه ما يعرف مش هينفع ان احنا نعمل الفاتق دلوقتي، لازم ننزل وزنه. وقلت له طبعا ان طبعا في احتماليه للفتح الجراحي، ان طبعا لان البطن عباره عن فتق اصلا يعني، فتق ده معناه ان جدار البطن فيه فتحه كبيره والامعاء طالعه منها، فده يعني البطن كلها مهلهله يعني. فكان الحل ان احنا نعمل عمليه تكميم، وبعد سنه بقى نبقى وزنك ينزل، فيقوم نشد البطن مظبوط ونصلح لك العضله ونحط شبكه، وكانت يعني النتيجه. الحقيقه هو كل اللي انا بحكيه ده انه فعلا تقول لي اللي بيرجع الوزن للسن، طبعا ده واحد مختلف تماما، كان يعني فعلا مريض اكتئاب يعني، كان خلاص يعني فقد الانترست بالحياه تماما. ما الحركه، شغله، حياته الاجتماعيه، هو اتجوز ما بعد العمليه للمره الثانيه، وانا مش عارف دي حاجه سيئه ولا كويسه، بس يعني ده لانه حاس ان هو اتغير خالص، الوان اللبس بتاعته اختلفت، وضعه الجسماني اختلف خالص، المجتمع، شغله، مال الدنيا يعني، يعني طاقة إيجابية حواليه يعني. فأنا كنت سعيد إن أنا بتابعه، وهو يعني مبهج، أما بتشوفه بتبقى مبسوط يعني دلوقتي. أو لما تشوفه دلوقتي بتبقى مبسوط طبعا طبعا. هو قبل كده كان متأثر، طبعا طبعا كان محطم يعني، السمنة حبسية جواها، كان عنده بنت صغيرة من آخر العنقود يعني، فبيقول أنا ما بعرفش أشيلها، ما بعرفش، مش عارف يربط الجزمة بتاعته، مش عارف يلبس كويس، مش عارف يتحرك، مش عارف يخرج معاه، لو هيمشي معاه شوية ما بعرفش يجريها. لعب مع الأطفال على فكرة جدًا، عايز لياقة. فهو حاسس، بيقول لي أنا فاقد المتعة بالحياة، فلازم تعمل لي عملية يعني، لازم تعمل لي عملية، وربنا وفقه الحمد لله. عندنا حالات النهاردة، الحالات دي كل حالة ليها قصة، والقصص دي من عندك اساسا، احنا تواصل فريق عملنا مع فريق عملك وعملنا زي سيناريو، لان ولقينا لاحظنا ان الامور بتتكرر يعني، تعود القصه كما كانت في حالات كثيره. فمن ضمن الحالات عنده 44 سنه، عمل تكميم قبل كده، كان وزنه 120 كيلو، نزل 70، بدا وزنه يزيد بعد كده، رجع تاني بقى 110. ايه اللي حصل له وبماذا تنصحه؟ طبعا دي حالة إعادة إصلاح لجراحة سابقة. تكميم المعدة من العمليات اللي هي محتاجة تعمل بحرفية شديدة يعني، وقت العملية محتاجة يعني طبعا تاخد أقصى التقنيات الحديثة، وتقيس مقاسات مظبوطة، وتعمل حتى الأشعات ما بعد العملية تأكد أن حجم المعدة مظبوط. أحيانا طبعا بيبقى في مشاكل في تكميم المعدة، أن قبة المعدة متسابة، أو أنه نهاية المعدة الأنترم متساب واسع جدا، أو يعني في عدم احترافية، ده سبب يعني، ده سبب من أسباب الفشل يعني. في اسباب تانية تتعلق بالمريض نفسه، ان التكميم ما بتستحملش اكل السكريات بشراهه، ما بتستحملش الحاجات بقى اللي فيها شوكولاتات عاليه، فالطاقه العاليه عموما، المعجنات، البسكوت، والحاجات اللي هي ممكن تدوب في البق خلال الانبوبه اللي احنا شايفينها دي بتدوب فيها، ما بتعدي خالص. فدي ده كان ممكن يعمل عمليه تانية بقى، الناس محبه السكريات بعنف دول كانوا يعملوا عمليه تحويل المسار افيد لهم من تكميم المعده. النت ريزلت احنا دلوقتي الوزن زاد ما بعد عمليه تكميم المعده، او ما خسناش في الاصل، فانت محتاج بقى تتجهز تعمل عمليه ثانيه، يا اما المعده وسعت بزياده فتقوم تتقص ثاني تستفيد منها، لان احيانا انت بتقص معده ما اتعملتش اصلا، فدي تعتبر عمليه جديده اصلا انت ما عملتهاش، فتستفيد من اعاده التكميم. يعني اقصد انه بالاسلوب السهل اللي يصل للناس، اللي عمل عمليه تكميم ووزنه زاد ثاني او ما خسش، انت تعمل احنا بنطلب اشعه مقطعيه طبعا ومنظار معده تشخيصي، بحيث ان ده احنا محتاجين نحط خريطه او بلان او يعني خطه للعلاج. احنا بقى كجراح، انا السماعه بتاعتي في الاشعه والمنظار اللي هي بترسم شكل المعده، اللي انا بناء عليه هعمل لك بقى يا اما اعاده تكميم لو حجم المعده واسع بزياده وانه يعني انت هتستفيد منها، او بنعمل تحويل مسار. طيب
تحويل مسار المعدة بعد التكميم قد يكون تحويل مسار معدة مصغر في عدم وجود ارتجاع شديد في المريء. يعني انت ما بقاش عندك بارد اسوفاجس ولا عندك اسوفاجايتس او عندك يعني التهاب في المريء وهم عامل لك تحويل مسار معدة مصغر، يعني ده طبعا مش مقبول ولا انصح بيه تماما، والطب لا ينصح بيه تماما. انا بتكلم من واقع الطب الجايد لاينز يعني. طيب انا بقى لو عامل تكميم ويمكن شفت والله ثلاث حالات امبارح، حاله منهم كانت اخر حاله في الليسته يوم الاثنين امبارح يوم الاثنين كان يوم الاثنين خارج من حاله بتقعد فيها ساعتين اللي هو تكميم وعنده فتق في الحجاب الحاجز وملتوي يعني. خلصت ورحت العياده لقيت في حالتين من ضمن العياده عندهم نفس الكيس، انه عامل تكميم معده والتكميم ضيق من تحت فتقوم طق من فوق تعمل فتق في الحجاب الحاجز. تقعد انت بقى تعمل ايه؟ ايه الحل في ده؟ تحويل مسار معده كلاسيكي. واحده منهم كانت جاي من السودان، والحقيقه هي بتقول لي يعني الوضع ده صح يعني طبيا ولا ده كان ايه المشكله؟ قلت لها خلاص يعني هو ده حاجه مش يعني مش معموله كويس، بس طبعا احيانا يعني انا القرار ما اتخذش صح. طبعا ده ما كان لا العمليه مش معموله كويس، يعني هي في ضيق جامد قوي في المعده طائق فوق المعده طاقه فوق في مستوى الصدر فعامله فتق في الحجاب الحاجز. حلها ده ببساطه اصلاح فتق في الحجاب الحاجز وتحويل مسار معده كلاسيكي. يعني بتعمل فيه وصلتين او تحويلتين. فده طبعا ده من ضمن الحاجات الطبيه اللي احنا بنشوفها في الناس دول، هو مش بس اعاده الوزن، يعني في ناس بتبقى بعد عمليه التكميم عندها ارتجاع عنيف وهو فاكر ان ده جزء من العمليه. يعني اوعى تفكر ان انه الارتجاع العنيف ده اللي بعد التكميم ده صح، لا مفيش حد بيعمل كده الا اذا كان في مشكله في العمليه. واحد تاني عنده فتاء في الحجاب الحاجز، هو ده مش جزء من العمليه، يعني تقعد ترجع وتقعد والله ده انا احنا بساعات نجيب معده من الصدر، معده من الصدر بتجيبها من فوق طبعا. ابقى اوري حضرتك بعد ما نخلص كده بعض الفيديوز يعني اللي هي طبعا ما تتعرضش في التلفزيون، حاجات جراحيه بتبقى المعده الصدر السليف نفسها فوق الحاجه. ويمكن قدمنا في كذا مؤتمر بقى انه الناس اللي عملت تكميم وعندها فتق في الحجاب الحاجز انت تعمل لها ايه؟ يعني ده كويتشن مارك كبير بتشرح للاطباء، يعني بنقعد نشرح الحاجات دي بنقدمها طبعا في الناس تعرف بس بلان او تعرف خطه ازاي تعالج الحاجات دي لان مش متجاوب عليها طبيا دي ولا والعلم ما جاوبش عليها. دي بتيجي من واقع الخبره الكافيه بالعمليات وهاو تو مانج الحاجات اللي هي دي تعتبر صعبه شويه. فاعاده التكميم ده حل اذا لم يكن هناك مانع، التحويل مسار المعده المصغر اذا لم يكن هناك ارتجاع او فتق في الحجاب الحاجز، لو كان في اي نوع من الارتجاع او فتق في الحجاب الحاجز او باريت اوسوفاجس او تغير في الحياه في طبيعه الانسجه في المريء انت محتاج تعمل تحويل مسار معده كلاسيكي فقط. واللي ما عندوش خبره يمتنع عن ده، دي محتاجه يعني الخبره الكافيه الجراحيه بحيث انت يعني تطلع المريض من مشكله، من مريض عنده مش بس شويه وزن زايدين زي يمكن الاستاذ اللي بيسال في السؤال ده، لا ده انت بتعالج مشاكل ما بعد التكميم اللي اتعملت مش مظبوط او اللي فيها مشكله جراحيه بتعالجها بقى بصوره جراحيه. طبعا. ودي بتعمل عمليات بالمنظار زي تحويل مسار المعده الكلاسيكي ده، دي عمليه من العمليات اللي بتعالج يعني مشاكل التكميم اللي هي بتتعلق بقى بالارتجاع او فتق الحجاب الحاجز. الريدو بتاعها. الريدو. في بقى برضو حاله من الحالات اللي انا شايف كمان انها هتزيد الفتره اللي جايه، اللي هي عملوا حزام. بيقول انا عملت حزام معده قبل كده عايز اشيله، وبيسال الخيارات بعد ما اشيل هذا الحزام هل تكميم ولا تحويل مسار. حالات الحزام بدات تظهر كوارثها دلوقتي. طبعا احنا طبعا دايما الحاجات اللي هي خلاص بطلت يعني، وانا لا انصح حد خالص يعمل بحزام دلوقتي، ما بقاش ليه قيمه لانه غير فعال في انقاص الوزن بالصوره الكافيه. جسم غريب حوالين المعده، عاجلا ام اجلا لازم هتشيله يعني، ما ده حاجه. فكرة الحزام طبعا ان هو حزام سيليكون على المعدة بيخنق المعدة اعلى المعدة كده، ويبقى في السبيس بيبقى في 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 الحلقة دي متصل بخرطوم تحت الجلد، تقوم تحقنه يقوم الفلويدز او السوائل يعني معدية فمضيقة المعدة شوية ما بتعرفش تاكل. اللي رايح عزومة بقى واللي عايز ياكل شوية يقوم يسحب السوائل دي تقوم فاتحة شوية. يعني كان فكرتها كده. هي طبعا فكرة الحزام كانت يعني ان هي بتركب في وقت قصير، كان يعني لو بتعمل في 10 دقايق ربع ساعة. لكن هي غير فعالة ومشاكلها كتيرة جدا قد تجد الحزام جوه المعدة. المهم دلوقتي احنا الحزام ده ايه السؤال اللي حضرتك بتسأله او الاستاذ او الاستاذة اللي بتسأله انه
ايه الحلول يعني بعد الحزام؟ يا اما بتشيل الحزام وترميه وخلاص، ما انتش محتاجه يعني، لو كان وزنك انت ما انتش محتاج حزام بقى ولا محتاج عمليه تاني، ده شيل الحزام حاجه سهله جدا بسيطه، يعني 10 مينتس انت بتشيل الحزام ترميه وخلاص بالمنظار، دي وقت قصير ممكن تبات في المستشفى ليله 12 ساعه ولا حاجه وتروح بس كده. الناس تانية ممكن تشيل الحزام وزنها زايد بس ما عندهاش ارتجاع وما عندهاش حموضه، ممكن تعمل تشيل الحزام ده وفي نفس القعده تقوم عامل عمليه تكميم في نفس الوقت. دي حاجه موصوفه طبيا، دي جميله جدا. بس فيها حاجه هقولها بعد ما اخلص الحل الثالث، ان احنا نشيل الحزام ونعمل تحويل مسار معده مصغر او كلاسيكي بناء على حموضه او برضو فتح في الحجاب الحاجز، او المعادله يعني تبقى في صالح التحويل المصغر اذا لم يكن هناك برضو يعني مشاكل في المريء. طيب ده مش لازم تشيل الحزام دلوقتي وتعمل عمليه دلوقتي، لان احيانا بتلاقي فيه التهابات يعني حوالين الحزام نفسها عامله شويه التصاقات عنيفه اعلى المعده، فانت يعني مش شطاره منك خالص كجراح ان انت تدخل تشيل الحزام وتلاقي الانسجه مهلهله متهتكه متليفه وتقوم قاصص المعده اللي هي هتقصها، هتعمل لك تسريب ما بعد العمليه، لان النسيج المتهتك المتليف اللي هو ما بيلتئمش، لان الحزام طبعا ماسك على المعده طول الوقت عامل تحته تليفات شديده، تلاقيها في ساعات ميوموفايد كده، بتلاقيها فراجايل وتلاقيها فرايبل وتلاقيها غير قادره على ان هي تلتئم، امسكها بقى قصها طبعا مش هتلحق، ما ده حل. فانت ممكن يعني تشيل الحزام وتستنى 6 شهور وبعد كده تعمل تكميم وتعمل تحويل، تكون الدنيا هديت والالتهابات راحت والمعده التئمت والدنيا ماشيه كويس. فهي طب ده قرار مين يعني؟ انت بتعمل منظار معده تشوف من جوه المعده الحزام ده واكل المعده ولا داخل جواها ولا لا، وتعمل برضو اشعه مقطعيه بالصبغه بحيث ان انت تشوف المعده دي طاقه من فوق ولا لا، لان انت قافل على المعده جامد، فالمعده ممكن تطاق من الضغط العالي ده. ساعتها دول حاجتين لازم يتعاملوا، اشعه مقطعيه ومنظار معده، وبناء على قرار الجراح انتروبري. يعني انت لما تقعد على الجراح ما يعني ما فيش حاجه الزاميه ان هو لازم، ما فيش عنتريه في الموضوع. انت هتعمل منظار بتاعك ان الحزام مش واكل المعده وداخل جواها، وان شاء الله هنشيل الحزام ونعمل تكميم او تحويل مسار، وفي نسبه صغيره ان احنا لما ندخل نلاقي الانسجه، لما بتشيل الحزام اصل ده وضع رؤيه جوه العمليه، شلت الحزام لقيت الانسجه كويسه هكمل اعمل تكميم وتحويل بكل بساطه. يعني هو مش الزامي على الجراح انت لازم تكمل يعني الحاجه. طب الوضع النسيج، انا شلت الحزام ووضع النسيج لا يسمح، هستنى القرار. طب انا عملت منظار ولقيت الحزام واكل المعده من جوه 100% من قبل العمليه، مش هعمل لك حاجه يعني، هشيل الحزام وخلاص يعني الموضوع. واحيانا بيبقى الموضوع ثنائي، يعني بتلاقي الحزام واكل المعده من ضمن المشاكل موجوده، يعني انه بتشيل جزء من بتشيله من من البق، الحزام ساعات بياكل المعده ويدخل، بتلاقي الاندوسكوب والحل وتشيل بقى الجزء الثاني تفكه وتقوم شايل الخرطوم من بقى. العيال في الحاله دي بيكون يعني طب معده مفتوحه يعني طبعا عامل ايروجن، عامل ايروجن على المعده ودخل جواها، العيان هنا في خطر، بتلتئم بتلتئم طبعا بتلتئم ما بعدها، لانه اصلا بيبقى متليف. هو اول مشكله الحزام هو بياكل وبعدين يتليف من فوق ياكل، فهي مشكله طبعا جراحيه لازم حلها يعني. فهو غير الزامي ان انت تكمل تعمل تكميم او تعمل تحويل في نفس السيشن ده، يعني مش منصوح بيه خالص. الحزام واحد من أسوأ الحلول اللي اتقدمت في الطب بس خد يعني فتره، خد فتره كان يعني للاسف احنا اندفعنا له، او بعنا اصح بعض الناس اندفعت له بدون وعي وبدون دراسه طيب برضو يبدو النهارده هو يوم حل المشاكل. 53 سنه عملت تدبيس معده، تدبيس المعده دي عمليه قديمه تختلف تماما عن تكميم المعده، رجع وزن زايد، ايه برضو الحل والقصه ما بين هنا وهنا؟ احنا طبعا يعني النقطه اللي عايز اوضحها، ما فيش حاجه دلوقتي اسمها تدبيس معده، ما حدش عاملها يعني، لانها ده اوسليت ما بقتش تعمل من 2007، فمحدش يقول دلوقتي ان انا رايح اصوا في، انا مش عارف اقولها ازاي، بس هو انه طبعا احيانا المريض بيبقى غير قادر ماديا وبيلجا الى اطباء برضو قدرتهم الجراحيه قليله، او علميا يعني مش قادر يقدم الحاجات الاحدث، او ما عندوش سكيلز ان هو تكفيه انه يعمل حاجه جراحيه متقدمه يعني. فبالتالي بيكون الحل ان احنا نعمل عمليات من القديمه خالص، مش بس تدبيس المعده، ده طوروها دلوقتي بقت حاجه اسمها فراشه، الفراشه
وبقت يعني في حاجات ملهاش وجود ملهاش اي جايد لاينز ولا لها باك جراوند ولا لها اي ابروفال ولا لا يعني ما اعرفش دي تحس انها يعني تفنينه كده دي اتعملت كده فعلا ودي العيان اللي بيدفع ثمنها. انت حضرتك بتقول تلبيس المعده هي تلبيس مريض المعده طبعا بيبقى فيها شبكه زي اللي احنا بنحطها على الفاتي دي بتبقى حوالين الوصله ما بين المعدتين بتتليف وبالتالي والله العظيم توصل في ساعات تبقى نص سنتي. كل بقى حته لحمه كده او خضار او اي حاجه فيها فايب اي حاجه صلبه هتلاقي نفسك يا مسنوق بترجع يا قاعد بقى تفرك لحد ما بتعدي البتاع. فهي عمليه انسداديه سيئه جدا. الحل فيها يعني عمليه تلبيس ما حدش يعملها. يعني انا بقول لكل الناس ما حدش يعمل تلبيس معده او تعملوا تكميم تماما تختلف الكلمه عشان بس الناس ساعات بتتلخبط. لغايه دلوقتي بقعد مع ناس تقول لي انا رايح اعمل عمليه تلبيس هو اقول له لا اسمها تكميم هي عمليه سمنه اختصرت في التلبيس ما اعرفش هو كلمه تلبيس دي وبرده على فكره جاستريك سليف غير حاجات تانية. طبعا احنا العمليات اللي هي تتعمل دلوقتي اللي احنا ننصح بيها عمليه تكميم المعده اللي هي جاستريك سليف عمليه تحويل مسار المعده المصغر او تحويل مسار ذات الوصله الواحده مش الاوميجا لوب يعني هي مش اوميجا لوب يعني هي عمليه تحويل مسار معده مصغر لان الاوميجا لوب دي حاجه برضو من سنه 1960 الايام ميسون يعني والحاجات او ما كان بيعمل عمليات تجريبيه يعني فعمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي من احسن العمليات اللي اتعملت في العالم. عملية تحويل مسار المعدة اللي هي الاثنى عشر من العمليات القوية في انقاص الوزن القوية جدا في علاج السكر بس هي مش واخدة شهرة زي العمليات دي لان احنا الحقيقة هي عملية محتاجة فيتامينز بجرعات عالية جدا فاحنا مقللين منها شوية وبنخاف ان العيان ما ياخدش البروتينز الكافية فيحصل نقص تغذية فاحنا طبعا يعني بناخد العمليات المتعارف عليها دوليا الأأمن بالنسبة للمرضى زي تحويل مسار المعدة المصغر والكلاسيكي. في ناس بتحب على فكره تحول مسار المعده اللي هو ال 12 ويقول لك انا باخد فيتامينز وباخد حاجات اعملها يعني دي عمليه جميله مصرح بيها يعني ابروفد من الافسو ابروفد من كل الـ يعني السوسايتيز يعني. في عمليات طبعا احنا عافى عليها الزمن بقى ما تعملش تلبيس معده انت ما تبقاش في الفتره اللي هي فيها عمليات مصرح بيها وتروح تعمل عمليه ممنوعه زي الاوميجا لوب او زي تلبيس المعده. الحل في تلبيس المعده الجراحي مش اختياري خالص. في 99% بتلاقي المعده فوق مستوى الشبكه صغير فما ملوش حل تاني غير عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي او اللي هو ذات وصلتين. يعني بعض الناس ينفع معاهم تحويل مسار المعده المصغر بس دي نسبه قليله ولا شروط الجراحيه اللي احنا مش عايزين ندخل فيها. احيانا برضو بيكون دخل في نقص تغذيه عنيف وارتجاع شديد ونقص يعني عناصر فبالتالي بنقوم مرجعين المعده لبعضها الغاء ودي عمليه سهله بسيطه ما فيهاش مشكله خالص. يبقى اذا يا اما نلغي او نعمل تحويل مسار معده مصغر او نعمل تحويل مسار معده كلاسيكي وهو ده الحل الايه الاكثر شيوعا والاكثر انتشارا ما بعد تلبيس المعده. ولازم ودي العمليه بتتعمل بالمنظار لان العمليه فتح طبعا اللي هي فاتت يعني بتتعمل فتح احنا دلوقتي بنصلحها بالمنظار برغم من وجود الالتصاقات الشديده. لكن العمليات بقى التي تسمى المسميات عمليه الفراشه والحاجه لازم تختفي بقى من لازم الناس اوبسوليت اوبسوليت مش بس اوبسوليت يعني الفراشه دي ما حدش سمع عنها صحيح دي لا ده موجوده ده ايوه انا عارف قصدي ما حدش سمع عنها في العالم. هو احنا لما بنسافر فطور بره كنا زمان قبل الكورونا طبعا بنسافر بره جراحين بتعرض حالات الفراشه دي فروم ايجيبت ما بتعملش اللي هنا في مصر ما حدش عملها في العالم بره بيقولوا احنا عملنا عمليه شكلها باتر فلاي عامله زي الفراشه دي معموله في ايجيبت. حد عنده فكره عن القصه دي احنا نعرف الموضوع ده ابعتها لنا بس انا نصلحها يعني تمامش اللي هنا بصراحه بقى 80 60 سنه عمل الفراشه وكان عمره ده 40 سنه وزنه كان 100 لما نزلش في الوزن خالص هل ممكن اجراء جراحه تصلحها؟ طبعا طبعا هي على فكره نفس المشاكل اللي مع عمليه الفراشه هي نفسها تلبيس معده هي تلبيس معده هي دبوس يمين من على الليسر كيرف ودبوس من فوق من على انجل اوفيس بيقسم المعده لجزئين وينج بقى فوق وينج عامله كده الفراشه يعني. فطبعا يمكن الغائها ويمكن تحويلها لتحويل مسار معده مصغر ويمكن ايضا تحويلها لتحويل مسار مصغر ما ينفعش تحويل مسار معده كلاسيك لان الباوتش بتاعه الفراشه صغيره جدا وتبقى عامله زي اللي ما يكون غطسانه او يعني
لازقه جدا في الهياتس، يعني لازقه في عضله الحجاب الحاجز، فتسليكها بيبقى صعب جدا، وتحويلها الى تحويل مسار معده كلاسيكي هو الحل الافضل، او الغائها لو كان الوزن قليل او في نقص تغذيه. الجميل في الحوار دايما معاك ان انت بتفتح ملفات مهمه جدا واب تو ديت، يعني اللي حاجات اللي فعلا بنشوفها في الفيلد. احنا بدانا نرفع مستوى الحوار عشان ننقل كل الاحداث اللي حاصله في مجال التخسيس، في مجال جراحات السمنة، من إيجابيات ومن أيضا تجاوزات، والتجاوزات تيجي أو سلبيات تيجي من الناس اللي ما عندهاش خبر، الناس اللي لسه ما تعلمتش قوي. في تسرع عند الجيل الجديد في أنه لسه ما تعلمش قوي، ما بقاش السكند مان، فجأة فكر كده أنه يكون الفيرست مان. المسألة دي محتاجة تقييم نفسي في رأيي قبل أي حاجة تانية، تقييم نفسي لكل الشباب. لازم أحطه على أرض الواقع، أنت لسه ما بقيتش الرجل الأول في الجراحة، وده مش عيب، لان احنا كلنا مرينا بفتره التعليم. ليرنينج كيرف ده مهم جدا جدا يا جماعه. الحوار ما زال مستمرا بعد ما ننهي كلامنا، بس هنروح بقى لاوضه العمليات، هنشوف العيانين، هنعيش بقى الكلام ده كله لايف مع اكيد متعه خاصه جدا في هذا الحوار مع ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس، والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل، زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا. نورت دائما الناس. شكرا. خليكم مع الناس الحلوه. اسمي اشرف محمد محمود، 57 سنه. كان عندي كنت بشتكي من فتاء متعمق، عملته مرتين قبل كده بشبكه كامله وكان بيترد ساعتها. وصل بي الامر ان انا وصلت لوزن 141 كيلو، وكان مفيش مستشفى او دكتور جراح عايز يعمل لي عمليه الشبكه والفتاء. رحت للدكتور كريم، عملت عمليه التكميم. الحياه بالنسبه لي اتغيرت تماما. كان عندي السكر بتاعي 420، من ساعتها الحمد لله انا مفيش سكري 85. كان عندي الضغط راح، وصلت ل 94 95 كيلو. اتولدت من جديد على ايدين دكتور كريم، واتعملت عمليه الفتاء بعديها بسنه، والحمد لله الدنيا قدامي مبهجه وشايفها بشكل تاني خالص. والتشاؤم والاكتئاب اللي كان عندي الواحد عشان السمنه وقله الحركه، كل ده انتهى، وشايف الدنيا من بشكل تاني ونضاره تانيه خالص. وعشان ما لقيتش اي اعراض عندي جانبيه ولا قيء ولا اي حاجه من الحاجات دي، انا شكيت ان دكتور كريم كان بياخدني على قد عقلي وبيقنعني ان انا اعمل العمليه، لان هو الوحيد اللي وقف جنب مني وعمل لي العمليه، والحمد لله نجحت وعملت لبنتي العمليه عند دكتور كريم، وخست في خلال 3 شهور حوالي 28 كيلو، وعملتها للمدام الجديدة بتاعتي، وبقالها حوالي 20 يوم خسة 10 كيلو. وبالتوفيق إن شاء الله دكتور كريم. نشوف هرمون البرولاكتين وهرمون الذكوره. في برضو يعني حاجه معلومه لازم تبقى الناس فاهمها، سحب عينه هرمون الذكوره عشان نقيسها مظبوط لازم تبقى صباحا حوالي من 9:30 ل 10، لان هرمون الذكوره بيطلع صباحا ويتمتد طول اليوم ويتكسر ويقل وهكذا، هو في دايره مستمره. الدكتور طارق أمين، استشاري طب وجراحة أمراض الذكورة والعقم والصحة الجنسية، حاصل على دبلومة الجراحة الميكروسكوبية، عضو الجمعية المصرية لأمراض الذكورة والعقم.
subito. اهلا بكم. واحد من اهم المواضيع اللي محدش كتير بيبدا يتكلم عنها بشكل علمي، ولما بتذكر ما بتذكرش بالشكل المناسب اللي يفهم الناس ايه المشكله، وهي ضعف الرغبه الجنسيه عند الرجل وعند الست. بس النهارده هنتكلم عند الرجل. في هرمون دلوقتي يعني تجارب كتيره بتتكلم عنه اسمه اليكس بيبتين. اليكس بيبتين ده من الهرمونات اللي بيعزى انها مسؤوله عن احداث رغبه جنسيه جيده عند الرجل وعند الست. ايضا في هرمون تاني مشهور جدا جدا هو البرولاكتين، والبرولاكتين ده هرمون لو عالي هيعمل تناقص في الرغبه الجنسيه عند الرجل وايضا عند الست. بس عند الرجل طبعا المساله هتكون اوضح واكثر يعني تاثيرا. في أشياء أخرى بتلعب دور مهم جداً في إحداث أو في تناقص الرغبة الجنسية. يعني لاحظوا مثلاً أنه عدد من اليابانيين نتيجة اندماجهم الشديد في العمل، وده شيء حلو ومحمود، لكن المسألة عند اليابانيين أو جزء منهم يعني وصلت لمرحلة أنه العمل وإدمانهم له أثر على رغبتهم الجنسية وأثر على رغبتهم في علاقتهم الزوجية، وبالتالي بقوا زي ما يقولوا عازفين عن الموضوع، لأن تركيزهم عالي جدا في ازاي يوصل لمنصب أعلى، يعمل شغله بشكل أدق، ساعات العمل هم مدمنين شغل. ودي طبعا ده كلام غريب بالنسبة لكثير من الناس في الشرق الأوسط، يعني ما تيجي تقول الكلام ده للناس يقول لك يعني إيه مدمنين شغل؟ هم عندهم الشغل بيحبوه، زي ما في ناس كتير في منطقة الشرق الأوسط بيحبوا الأنتخة. يعني تخيلوا كده، عايزين تتخيلوا، لا هم بالنسبة لهم المتعة في العمل. بس كل شيء إن زاد عن حده ممكن يتقلب ضده. حاجات تانية كتير طبعا، السمنة تلعب دور مهم جدا في تناقص الرغبة الجنسية، أمراض زي السكر، زي الضغط اللي ما بيتعالجش، زي بعض الأدوية المعالجة للإدمان، المعالجة للاكتئاب، أدوية القولون العصبي على فكرة ممكن بعضها، بعض أدوية القديم منها كان بيعمل تناقص في رغبة جنسية. تعالوا نقرب من الموضوع دوت بدقة شديدة ونسأل الله في العزيز القيمة العلمية القديرة والاسم اللامع في عالم أمراض الذكورة اللي بسعد بحوار العلمي معاه النهاردة في حوار ممتد على مدار حلقتين، الأستاذ الدكتور طارق أمين استشاري الطب وجراحات أمراض الذكورة وتأخر الإنجاب والصحة الجنسية بمراكز دار الطب، صاحب دبلوم جراحات الميكروسكوبية وعضو الجمعية المصرية لأمراض الذكورة والعقم، نجم من نجوم عالم الذكورة. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك. هل في فعلا طبيعه كيميائيه جاذبه تجذب انواع معينه او رجل الى ست بعينها او ست الى رجل بعينه، ولا تجذبه لست اخرى؟ هل في نوع معين من الاندورفينز او الاوبييت اللي بيظهر بدون رائحه من الجسم للجسم يربط ناس ببعضها بينه وبين بعض كيميكال بوند معين؟ وقال لنا في الموضوع ده نفسيا ان هو ده اللي بيخلي رجل ومراه ينجذبوا. يعني لبعضي. مثلا يعني في ست معينه هي اللي تشدني بالظبط بالظبط، عن واحده تانية ممكن تكون شكلها احلى بالظبط، يعني ممكن تكون شكلها بالمقاييس الجماليه اجمل، لكن دي هي اللي بتشدني بالظبط. هما بيقال ان بيبقى في موضوع العلاقه، يعني الانجذاب بين الرجل والمراه ليه علاقه بالافرازات الكيميائيه في المخ. بس طبعا احنا لسه ما فيش اثباتات قويه، ولكن دي اكتر حاجه بيتكلموا عليها في فكره الانجذاب. ودي نقطه مهمه، ما برضو حضرتك الانجذاب للطرف ده مهم، ده جزء من ضعف وفتور العلاقه انه ممكن يحصل انجذاب ده يبتدي يقل مع العمر. فدي حاجه مهمه، التغيرات اللي بتحصل للمراه، يعني الراجل مثلا، ودي برضو من المشاكل اللي بتحصل بسبب ان انا بيبقى عندنا بعد فتره حاجه اسمها ستريكت اريكشن وايجاكوليشن، خلاص بقى دي لازم يحصل الاثاره والجماع والقصف في اوضاع معينه او في ظروف معينه. طيب الست غصب عنها مثلا حملت كذا مره، اتغيرت مثلا، حصل تغير في جسمها، ممكن يحصل عند الراجل فتور لان ما بقاش الموضوع ده بيثيره. الحاجات البسيطه دي، الاكل الاكل طبعا الاكل بيفرق،
بحاجات بسيطه برضو، مش يعني احنا طبعا عندنا برضو ثقافه فكره ان اكل حاجات معينه الحاجات البحريه اللي ايوه الحاجات دي حاجات فيها اي تي بي فيها اي تي بي. لا هو لازم يكون الاكل جيد بالظبط، يعني الاكل الجيد اللي ما فيهوش زيوت، اللي ما بيأثرش على القولون طبعا، اللي هضمه سهل وكميته وسعراته الحراريه مناسبه ليه، ده كويس جدا ممتاز. لكن ما اقدرش اكل انا اوفرلودد، ده احنا عندنا مشكله في مصر يقول لك ده انا يعني احد الحاجات نفسي افكر اعمل فيها دراسه في يعني ثقافه ان احنا لازم ناكل كتير قوي 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 قبل ما نجامع. ده غلط بالعكس، ده مؤلم للراجل، لان الراجل بيحصل له تغيرات هو والمراه، يعني التنفس بيزيد، ضغط الدم بيزيد، في تغيرات كتيره. تخيل بقى انا المعده ممتلئه بكل هذا الاكل وداخل اجامع. يعني هي المساله زي الكوره بالظبط، زي ماتش الكوره بجد. انا اروح العب مش ما ينفعش اكل قبل الملعب بالظبط، ما ينفعش اكل وانزل الملعب، ما انا مش هقدر اتحرك في الملعب بالظبط. العمليه الجنسيه فعلا يعني زي الكوره، لان الرياضه يعني بالزبط. هي فيها حركيه كبيره جدا بالظبط بالظبط. والاكل بقى اللي هو اللي فيه دهون، اللي فيه فاست فود، اللي فيه زيوت، اللي فيه توم كتير، ده خطر جدا. ده بقى مش هيبقى خطر، ده هيبقى خطر مضاعف. لان بعد فتره كمان الشرايين بتاعتي هتاثر، هيبقى عندي ضعف انتصاب عضوي، هيبقى عندي رغبه ومشكله، وكمان مع انتصاب بتتعمق الموضوع. لكن لازم نبقى عارفين، واي رجل بيزور طبيب ذكوره بيشتكي من الرغبه لازم يكون صريح معاه في الحاجات البسيطه اللي احنا بنتكلم فيها. انت حصل تغير الطرف الثاني ما هواش انت متعود عليه، في مشاكل في الشغل، الحاجات دي مش مجرد ان انا بقول والله انا عندي ضعف رغبه وبالتالي انا هاخد علاج بكره ابقى كويس، ده مش موجود في موضوع العمليه الجنسيه. العمليه الجنسيه في الاساس هي مرتبطه بالحاله النفسيه ارتباط وثيق. المشاكل العضويه، وعشان الناس تبقى فاهمه، هي اقل حاجه، لان سواء السكر وضغط في موضوع الانتصاب او سواء موضوع ضعف الرغبه في اضطرابات الهرمون ما هياش عاليه. فاحنا في حاجات بسيطه في حياتنا ده مرتبط بالثقافه، ابقى عارف ان دي هي اللي عامله لي مشكله، سواء في العلاقه بيني وبين الزوجه، في حاجات مختلفه، في وجود اطفال بيخلي العمليه الجنسيه مش سهله. الحياه العامه ممكن تلاقيني يعني مثلا من الحاجات اللي احنا مفروض ما تبقاش موجوده عندنا، انه فجاه الراجل يقول انا بجامع مره في الشهر، مره كل شهر، ده غلط. يعني الصح حتى قالوا ان في المدن، لان طبعا بيختلف من ساكن في المدن وساكن في خارج المدينه، لان الحياه العامه في المدينه حياه صعبه، وبالتالي هم بيقول لك مرتين في الاسبوع، يعني 8 مرات في الشهر، ده حاجه مطلوبه. والعمليه الجنسيه دي بتقرب الزوجين من بعض، فلكن انا ابعد عن الموضوع ده، والرجل له احتياجات اسرع كمان من المراه، فده بيأثر على حياته. فما ينفعش ان انا ازهد، وما ينفعش ان انا ما واجهش المشكله كمشكله نفسيه وابتدي ادور اخد علاج، وبنلاقي بقى بناخد علاجات كتيره، وانه فجاه بناخد علاجات للانتصاب، وانا مش عندي مشكله انتصاب، عندي مشكله ان انا اقوم العمليه الجنسيه. اللي اساسا في حاجه في يعني مثلا يعني في الدراما وحيد حامد كتب الله يرحمه حاجات شبه كده، يعني مثلا في فيلم الارهاب والكباب، عادل امام راجع بيته، هو الرد فعل الزوجه عليه او بطريقه الباروكه الصفراء بشكل مفاجئ، والنرفزه والعصبيه والى اخره، خلاص الراجل ما زهد. ده مثال رائع جدا حضرتك، مثال رائع لوجود في مشهد مشهور جدا الاستاذ ماجده زكي، فاكر جدا الاستاذ عادل امام عملوه حلو قوي، وماجده زكي عملته حلو، عملت رياكشن الست النكديه المصريه، الصوت الرفيع، مش في استاد سكر يعني، لكن في ست نكديه صوتها رفيع حاد عالي، بس هو قدم يعني ادى مشهد للحياه العامه اللي ممكن تبقى موجوده، الست المنهكه في عمل البيت والاولاد، والرجل اللي مستني يوم الخميس، يعني الخميس اللي هيبقى فيه العمليه الجنسيه وعبد الحليم وشغال عبد الحليم، فده بيحصل وده فعلا في واقعنا موجود. فيعني النقطه دي، والنقطه برضو في فيلم النوم في العسل، ده كان من انا شايفه بالنسبه لي وفي تخصصي واحد من يعني من اكتر الافلام طبعا اللي يعني جسدت المشكله، يعني لما كان بيقولوا روح في حته بعيده ده كلام مهم. يعني لا هو فعلا على فكره الاماكن اللي على البحر الاوزون له تاثير جيد جدا على الرغبه الجنسيه، والتغيير النفسي بيبقى رائع جدا. يعني فكره ان هو حضرتك بره اتكلموا كتير جدا عن فكره الرتابه، العمليه الجنسيه السريعه اللي في نفس المكان يلا، وكل يوم بنفس كل المواقف اللي فيها، بتبقى بعد فتره في ملل. فالفكره اللي اتقالت في الفيلم دي حاجه مهمه، ف
فطبعا ده فكره فعلا يعني الدراما والافلام دي اكتر حاجه بسيطه بتوصل المعلومه للناس. بس هي دي نقطه مهمه فكره ان الست انها تبقى لازم الكوميونيكيشن ده بيبقى موجود دايما في الموضوع ده. طب الاساليب العلاجيه بتبقى قايمه على ايه؟ ده مهم جدا قوي قوي. احنا طبعا احنا بنتكلم كتير عن نفسي، بس احنا الاول نطمن على العضو، يعني نشوف هرمون البرولاكتين وهرمون الذكوره. في برضو يعني حاجه معلومه لازم تبقى الناس فاهمها، سحب عينه هرمون الذكوره عشان نقيسها مظبوط لازم تبقى صباحا حوالي من 9:30 ل 10، لان هرمون الذكوره بيطلع صباحا ويتمتد طول اليوم ويتكسر ويقل وهكذا، هو في دايره مستمر. فما جيتش الساعه 7 8 بالليل اعمل التحليل هلاقي في هبوط واقول له عندي مشكله. هرمون اللبن قد يرتفع من الاسترس وانا باخد الابره، فيجي يقول لك ده بقى عالي اهو، ده اللي عامل لي المشكله. طبعا احنا زي ما قلنا لحضرتك بنحاول نمسك في حاجه عضويه، لان دي بتبقى ارقام وحاجه سهل انها المريض يفهم. لكن لو فعلا في اضطراب لازم ناخد علاج، ده لازم تدخل طبي، ولازم بنقيس مع العلاج اللي باخده مش بس فكره الهرمون يتحسن والمريض يجي يقول لي انا اتحسنت. يعني الناس اللي بيبقى عندها اورام في الغده النخاميه وبياخد فتره من العلاجات مضادات لهرمون البرولاكتين وهرمون اللبن، بعد فتره بيوصل التاثير الرقم قليل، لكن بيفضل فتره التاثير الكيميائي بتاع ضعف الرغبه موجود. فدي نقطه مهمه. طيب عملنا الفحوصات دي وطلعت سليمه، يبقى هنا لازم نواجه المشكله. لازم المشكله نواجهها بان احنا نعرف ايه التغيرات اللي حصلت عندك، سواء لو انا عندي تغيرات في محيطي خلاص، يعني طبعا الحياه ما نقدرش نتحكم في ظروفها، لكن لازم ابقى عامل حسابي ان الفترات اللي هيكون فيها عندي ضغط شغل كتير، ضغط في العام، حاول ابعد شويه عن الجنس، ده هياثر ويعقد المشكله. طيب المشكله طلعت لا ده مثلا في الطرف الثاني او في العمليه الجنسيه او في شويه حاجات، بنحاول نحلها، ودايما بنحاول نبدا نقول ايه، عايزين نبدا العلاقه من اول وجديد. يعني نبقى احنا داخلين نعمل العمليه الجنسيه مش داخل اعمل واجب عشان انا عاوز اخلص، لا لازم يكون في فتره كويسه جدا من المداعبه، ودي نقطه مهمه. لازم يبقى العمليه الجنسيه واحده واحده، لو انا حاسس ان لسه مش قوي لازم الطرف الثاني يبقى معانا. يعني احنا برضو من نقط المشكله ان احنا بنوجه للرجل فقط، وبننسى ان الزوجه لازم تبقى معانا ولازم تساعد، لازم تبقى متقبله ان ممكن بضعف الرغبه ده يجي يحصل مرتين ثلاثه فشل وهي تساعده معاه. فدي النقطتين المهمين، نقطه العلاج النفسي وان انا اقلب نفسي، ده مهم جدا للغايه مع العلاجات الدوائيه. التشخيص مهم جدا، لازم احط ايدي على المفتاح المتسبب في الضعف الجنسي او ضعف الرغبه الجنسي عند الرجل، لازم اتاكد من فحوصاتي، لازم ادرس كل الجوانب بتاعت الموضوع من برولاكتين من تستوستيرون، لازم اقيس الضغط عند الانسان ده، لازم اتاكد من السكر من الشكل العضوي، ما ممكن يكون الرغبه متاثره نتيجه خلل عضوي في الانسان، الضغط لما بيعلى بيعمل اعراض غريبه في الاول غير مفسره، مش شرط يكون عند الانسان صداع ونهيجان بس، ده ممكن تلاقيه عنده حاجات تانيه، عصبيه، ممكن تلاقيه نفسيا مش متزن، ممكن تلاقيه تركيزه قل، ممكن تلاقي نومه زاد، ممكن تلاقي رغبته الجنسيه قلت، كل ده من ضمن اعراض الضغط على فكره. النهارده الحوار ممتع للغايه مع ضيفي العزيز القيم العلميه القدير الاستاذ الدكتور طارق امين، استشاري طب وجراحات امراض الذكوره وتاخر انجاب الصحه الجنسيه بمراكز دار الطب، صاحب دبلومه الجراحه الميكروسكوبيه، عضو الجمعيه المصريه لامراض الذكوره العقم، نورت الناس الحلوه. خليكم دايما مع الناس الحلوه.